السلام عليكم جميعا، وعذرا على التأخير يا شباب. حاليا في 4 حضور بس. سمعني يا شباب؟ ورحمة الله يا أهلا. صوت جدا متقطع، ما بعرف يعني احكي. يحيى، صوت جدا متقطع، المشكلة من عندي. أستاذ أنا كمان تقطع عندي الصوت شوي. ها، كان المشكلة من عنده. أول شيء حاليا صرنا 6. ها، طلع واحد، رجعنا 5. طيب ننتظر دقيقتين لحد بعد نبدأ، أو صار 7:10 والله لازم نبدأ. أول شيء شباب، الله يعطيكم العافية. أغلب الشباب أعطوني الوظائف، البعض خلص الوظيفتين، في بعضهم طبعا أنا ما بيهمني إنه يخلص التمارين كلها، لأنه أكيد إذا كان تمرين كثير سهل ما في داعي إنك أنت تعمله، وإنما أنت تطلع على التمارين. في حال لقيت إنه التمرين فعلا يستحق التأمل، مثل هذا التمرين اللي شايفينه قدامكم، طلبوا مني، والله نسيت مين، مهند يمكن مهند أو يحيى، ما بعرف، خلينا نشوف. مثل هذا التمرين مثلا بيستاهل، مهند بيستاهل انه انت فعلا تقعد تركز فيه. هلا الفكرة، الدوره ليش انا كثير ما طولنا بموضوع ال2 دي، اخذنا درسين ولا هذا الثالث، حتى كان مقرر بس درسين، لكن انا شفت وبناء على رغبه بعضكم كان انه نعمل تيتو دروس. الموضوع كالتالي، انه نحن اثناء شغلنا على 3 دي راح نشتغل اول شيء القطعه ك2 دي، بعدين راح نعمل لها تعليمات الفيتشرز او تعليمات ال 3 دي مشان نعمل لها موديلينج. فاجباري نحن اثناء شغلنا على 3 دي، واللي هو تقريبا 3 اسابيع، يعني 6 دروس، فتره كافيه جدا لانه نتقوى بال2 دي ونتقوى بال3 دي نفس الوقت. لذلك انا ما حبيت اني كثير طول بموضوع ال2 دي، لانه راح يكون عباره عن موضوع ممكن يكون شوي ممل لبعضكم ممكن. طيب انا هلا هاي راح اسكرها وراح نبدا تصميمات جديده. في بعضكم اقترح علي تصميمات معينة، فرح نستعرض هلا بس نقسم الشاشة. أنا مشارك حاليا سكرين. ها، تمام. طيب يا شباب، أنا صلحت، محمد الطويل أهلا وسهلا، أنا صلحت، أو وسام الطويل. طيب انا صلحت الوظائف للجميع ما عدا اخر شيء بعت لي عبد المعطي، ما لحقت الصراحه اني اشوف الوظيفه، لكن ان شاء الله بعد الدرس بشوفها. وسجلت عندي ملاحظات تقريبا كانت مشتركه بين الجميع، وهي الملاحظات جدا مهمه انه ندعو عليها. شيء، عدم استعمال السمارت ديمنشن اللي هي هي، والاكتفاء فقط بتدخيل خليني بس اشيل اكتفاء فقط بادخال الابعاد. انت مثلا هون، هلا انت حاليا مفعل قدامك النصف القطر، صح؟ مفعل قدامك نصف القطر. في كثير منكم عم يدخل مثلا، افترضنا 80، بدخل 80 بحط انتر وبس. هلا شو اللي صار؟ هي ال 80 اللي انت دخلتها ما بتبقى ثابته، والدليل انك انت لو حركت الدائره راح تتحرك معكم. اللي بيثبت هو فقط الديمنشن، سمارت ديمنشن، او اي نوع من انواع الهوريزونتال او الفيرتيكال او اي نوع من انواع الديمنشن. تمام، مجرد ما انت جيت لعندها وحددت نصف القطر، طبعا احنا حددنا المركز وين ثبتناه، بنقطه الاوريجين. تمام، ثبتناه بنقطه الاوريجين. مجرد ما انت حددت البعد وليكن 112، جيت هلا بعدها اذا رجعت للماوس بدك تكبرها وتصغرها، ما عاد فينا. فتثبيت انا كل الوظائف
او ما فيني اقول الكل، كان في بعضكم فعلا مشتغل بعض السكتشات بالسمارت ديمنشن وبعضها بدون. لكن مشكله جدا انك انت ما تشتغل بالسمارت ديمنشن، لانه مثل ما شفتوا انت مجرد ما حركت اي جزء من اجزاء الرسم بتتحرك معك، ما بصير هذا الحكي. انت عم ترسم رسم جدا دقيق، انت راح تخرج هذا الرسم على السي ان سي، الدوزيم راح يفرق معك حتى الاقل من الدوزيم. لانه ليش؟ انت ممكن يكون الفرق جدا بسيط، لكن ممكن القطعتين ما يركبوا على بعضهم. فانت مشان يكون الرسم دقيق وثابت، لازم لين ما مسكت الرسمه وحركتها السكتش لازم ما يتحرك معك. لازم انت تكون رابط كل اجزاء الرسمه بعلاقات، بحيث من اي نقطه انت مسكتها وحركت الرسمه ما يتحرك، تبقى ثابته. وهلا انا راح اورجيكم شلون. طب انا خلوني قبل ما ارسم استعرض لكم بعض الوظائف على التعيين، لذلك راح اشارك فقط السوليد عشان ما يبين انا من اي وظيفه فاتح. طبعا انا بحتفظ بالوظائف كلها، فراح اورجيكم بعض الوظائف على التعيين من اشخاص مختلفين. و هي الوظيفه مثلا 2D student homework. طيب مثلا من هون، هو احتمال انه يعرف انه هي وظيفته. خليني افتحها من هون عفوا، من هون رح تبين. طيب 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 ثواني، رح اورجيكم شلون. مثلا انا عندي هاد السكتش، لازم اول شيء وقت اكبس على اي قطعه شو بيقول لي؟ هون كاتب لي اندر ديفايند. شو يعني اندر ديفايند؟ انه ما تحدد بشكل كامل، لسه التحديد تحت التحديد. يعني انا لو مسكته هيك وحركت السكتش، هلا هون ليش برايكم مين بيقول لي ليش اندر ديفايند؟ اذا انتم شايفين هون السكتش كله عم يتحرك سوا. ها من هون ما اول شيء ما في تثبيت، ما في تثبيت. ليش ما في تثبيت؟ العلاقات غير كافيه، العلاقات اللي انت محددها غير كافيه. يعني مثلا انت هذا الطول هو بالرسمه كان على ما اظن 30، ما بعرف يمكن 30 كان، فانت لازم بالسمارت ديمنشن تكتب 30 ساعات تحدد. هلا اذا انا مسكته هيك وحددته راح يتحرك السكتش كله سوا. طبعا ليش عم يتحرك كله سوا؟ لانه ما ثبتت له نقطه اوريجن ثابته. او انا مثلا ممكن اجي لعند النقطه هاي واعمل لها فيكس، خلص ارسيتها. فانا هلا اذا بدي احرك، عفوا خليني امسك نقطة. فأنا هلا إذا بدي أحرك، طبعا ما تثبتت. طيب خلينا نثبت هذا الضلع. ثبت طوليا. طيب الفكرة وين؟ هلا نحن رح نشوف إنه رح نرسم عن نقطة الأوريجين، تمام؟ بفحص الـ CSWA أو حتى بشكل عام نقطة الأوريجين أنت مهم جدا إنك أنت تحددها. ممكن أنت تحطها منتصف الرسمة، ممكن تحطها مع طرف، ممكن تحطها هون، ممكن تحطها مركز لهي الدائرة، تمام؟ فأنت لازم تثبت السكتش بنقطة أوريجين. طيب هلا جوات السكتش أنا بتوقع إنه هي رح تتحرك معنا، تحركت. ليش؟ إنه هي طولها ما محدد، وهي كمان تحركت، أو لا هي طولها محدد عفوا. طيب هي محدد، تمام. معناها هلا في عندنا هذا الطول ما محدد، وليكن نجي مثلا ممكن انا شو اقول له؟ اقول له اضغط على هذا الضلع كنترول هذا الضلع واقول له ايكوال، فخلص سواه هون ثابته. هلا انا قديش بغير بقيمه هات وبغير بقيمه الثانيه؟ هون 20 نزلت 20 كمان، فهلا تحددت، تمام. طيب هاي محدده، هاي محدده، طيب هاي محدده وتمام. معناها كان في عندنا تحديد قطعتين فقط هن اللي ناقصات، بعدها خلص صفى عندك انت السكتش بالكامل صار ديفاين. طيب هي الملاحظه الاولى اللي حبيت احكي عنها. اول شيء عدم استعمال اواقف، ما هلا حكيت انا ملاحظتين. اول وحده طبعا اذا انتم ملاحظين وقت انا طلعت من لغيت كل شيء، كل التعديلات عدلتها طول شوي. بالنسبه لموضوع السوليد، في بعض الشباب قالوا لي انه عم بيلاقي صعوبه بوقت الاقلاع.
اقلاع السوليد طبعا يعتمد على نوعيه اللابتوب اللي عندك، الرامات، الكرت الشاشه، المعالج، وبيعتمد على امر اخر اللي هو انت قديش ضايف له ملحقات. انت اي ملحق ما بدك اياه، لا تجي هون عند الاد ان، انت اي ملحق ما بدك اياه، بس ثواني لانه الخيارات عندي هون الاد انز هون، اي ملحق ما بدك اياه شيله، اي ملحق انت ما بتحتاجه هلا شيله. ليش؟ لانه وقت الاقلاع وقت الستارت اب اجباري بده يفتح كل هالملحقات هي، فرح يطول معك. انت على قد حاجتك خليه فقط. طبعا هذا الموضوع بين معنا بعدين. طيب اذا الملاحظه الاولى عدم استعمال سمارت ديمنشن والاكتفاء بالكتابه اثناء رسم الخطوط او الاشكال. يعني انا عم برسم هذا الخط رسمته بقول له انه طول 30، لا هذا ما بكفي، لازم تعمل سمارت ديمنشن. ملاحظه ثانيه عدم ثبات الرسمه. عدم ثبات الرسمه قلنا ليش ما بتثبت الرسمه؟ لانك انت ما عاطيها العلاقات الكافيه، ورح نشوف هلا شلون. لازم انا منين ما مسكت الرسمه، مثلا هون ونفترض هون انا منين ما مسكت الرسمه هلا هون الطول. طيب انا منين ما مسكت الرسمه هي ثابته شكلها، اي شكلها ثابته ما زبطت. طيب نيجي لعند هي الرسمه، تمام منين ما مسكت الرسمه لازم تبقى ثابته. فاي مكان عندك انت بيتحرك لازم، اذا كان الرسمه جاهزه فانت اذا كان توتوريال جايك جاهز انت لازم تبحث، معناها في شيء ناقص. هلا شلون بتصير الشغله؟ في شيء اسمه 3D سكانر. 3D سكانر مثلا افترضنا انا عندي هالكوب، هذا الكوب بدخله بقلب 3D سكانر بيعطيني بيمسح الكوب بشكل كامل، بيعطيني ابعاد دقيقه جدا، بيعطيك مساقط. تمام، هذا بيستخدموه للقطع، حتى ممكن يعطيك مساقط داخليه، يعني او عفوا يسموه مقطع، ممكن يعطيك مقطع من القطعه. طبعا او انت دامك القطعه هاي انت بتحاول انك تطالع ابعادها انت بايدك. فسواء هيك او هيك انت لازم تبحث لحتى تلاقي العلاقات الكافيه. طالما في علاقات ناقصه رسمتك غير صحيحه. طيب الملاحظه الثالثه عدم استعمال نقطه مرجعيه. يعني هلا انا شفت هلا هون راسم اكثر من سكتش بملف واحد، فلذلك صعب انه يعمل نقطه مرجعيه لكل سكتش. لكن المقصود بالنقطه المرجعيه اني انا شفت بعض الشباب راسمين سكتش مثلا فوق نقطه الاوريجن او تحته، وما عاطين بعد، يعني مأهل نقطه الاوريجن تماما اللي هي نقطه الاوريجن هي. تمام، فمأهل نقطه الاوريجن تماما مع هي هون، فما اعطيها، يعني ما مدخله ضمن الرسمه خالص ولا اعطي بعد عنها، لا النقطه الاورجن بتهمني انا. الرسم كله بخلي نقطه الاورجن بطرف باحد الاطراف. بامتحان سي اس دبليو اي احيانا شو بيعمل؟ بيورجيك اياها، بيقول لك نقطه الاورجن بدي اياها بمكان كذا مثل ما موضحها بالرسمه. وهلا انا كمان في موضوع، او بس خلينا نكفي الفكره، او احيانا بيقول لك انه هي سيرفيس وين ما بدك حطها، ما بهم. تمام، بس لكن افضل لك يعني انا بعلمك طريقه ما راح يطلع معك اخطاء، اقل اخطاء عشان قلل الاخطاء قدر الامكان، استعمل نقطه الاوريجن كمرجع. طيب هي شغله. الشغله الثانيه موضوع السي اس دي، شو قلت في كملاحظه بالنسبه للكلاس روم جوجل او جوجل كلاس روم. يا شباب مجموعة التليجرام هي فقط للنقاش وفقط لتحديد الموعد و للكلام بين بعضنا، لكن الملفات والمواقع والروابط والدروس كلها بتنضاف على الكلاس روم جوجل. وانا اليوم دخلت الصبح لقيت ما في غير 5 طلاب هناك بالكلاس روم جوجل، ما بصير. الكلاس روم جوجل هو الاساس، لانه انا هلا بالنسبه لي عم بلش ارفع شوي شوي الملفات لهنيك، خلص ما عاد ابعت شيء على الجروب ابدا. الارسال كله والرفع صار لي، فبعثت لكم ملف بقلبه تقريبا 150 توتوريال رح استعرضه هلا. ثواني هذا الملف في اكثر من 150 ملف، او فيه اكثر من 150 تصميم توتوريال مثل ما شايفين. التصاميم انا الصراحه لقيتها حلوه، انه بالالوان فيك تميز اكثر بالابيض واسود، وطبعا متنوعه الصعوبه.
الفكره انه بدي اياكم من هون للدروس القادمه دائما تدربوا حالكم، يعني المقصود انه انت انك تكشف اخطائك ونقاط ضعفك هلا اسهل ما انك تكشفها بعدين. ورح نتعلم مثلا نحن مثل هي الرسمه مثلا، بكفي انك انت، انا شفت بعض الطلاب ما قدروا يرسموا رسمه كان فيها مثل منحني هيك منحني هيك مكررات، مثل هيك شغله مقطره بتشبه الناعوره او شيء يعني، فما قدروا يرسموا. طب هلا نحن رح نرسمها ان شاء الله. طبعا هذا الملف رح تلاقوه على الكلاس روم جوجل، رح تلاقوا مثال عن فحص CSWA 2007 و2010، ورح تلاقوا موقع جرابكاد، موقع جرابكاد شوفوا الرابط، طبعا في رابطين، موقع للتوتوريالز بالجرابكاد طبعا بقلبه منتدى كوميونتي، بقلبه مكتبه لايبراري، طبعا بقلبه قسم كبير للتوتوريالز، بقلبه قسم كبير للموديلز. احنا قلنا الفرق ما بيناتهم، التوتوريال بيكون بشكل عام عباره عن بيعطيك التصميم وبيعطيك الهيئه، الموديل لا ما شرط يعطيك اياه، بيعطيك فورا تصميم جاهز بدون ما يعطيك المقاسات هيك. ممكن تحملوا ملفات عليه، عفوا ملفات منه، وتحملوا عليه كمان تشاركوا انتم تصاميمكم، طبعا مجاني بالكامل. امر اخر، الرابط الثاني هو ل حسابي انا، طبعا حسابي جديد ما رفعت عليه كثير، لكن ان شاء الله مستقبلا راح ابدا اني ارفع عليه. طيب نرجع نشارك ال، بس ممكن سؤال قبل ما نكمل. تفضل. يعني هلا احيانا بالرسم احيانا بصير الرسمه باللون الاسود او يعني الخطوط هيك، يعني فشو الفرق لما يكون لون اسود او ازرق؟ اذا اسود معناها انت ما فاتح السكتش، معناها سكتش غير مفعل، انت ما بتعمل له اديتنج، مجرد ما انت كبست كبستين عليه تمام بيطلع معك هون زر زر لا هيك هيك يعني ازرق بالوضعيه هاي، هيك يعني بتكون هيك وضعيه طبيعي وبصير الخطوط باللون الاسود اسود يعني مثلا اذا رسمنا خط جديد. استاذ ممكن قصده وقت لما بتكون اندر ديفايند بتكون زرقاء، بتعمل لها فولي ديفايند بتصير سوداء. طيب خليني افتح سكتش جديد ثواني، انا الصراحه ما كثير فهمت السؤال فلذلك نحن فاتحين سكتش اصلا جديد. طيب الفكره مثلا ونفترض هاي الدائره مشان تكون فولي ديفايند لازم اول شيء احنا حددنا مركزها عند الاوريجين تمام، هاي شغله. الشغله الثانيه نعمل لها السمارت ديمنشن، نحدد الديمنشن تبعها القطر. هلا صفت شو اذا احنا ضغطنا عليها، عفوا اذا احنا ضغطنا عليها فولي ديفايند ما تحولت للون اسود، تحولت للون اسود تمام. الفرق معناها مثل ما قال لك، انا صراحه ما انتبهت على الشغله هي، لكن اللي بعرف انه انت اي شغله انت ما عم تعمل لها اديتنج هيك هلا هيك صفت لون ازرق، انا هذا اللي بعرفه انه بتكون ازرق انت بتعمل لها اديتنج وقت انت عم تعدل عليها، طبعا مجرد ما تركتها بترجع اللون اسود. طيب استاذ انا عذرا انا انقطعت هلا عندي النت مشان هيك طلعت من اللابتوب هلا دخلت من الجوال، فاسف على الازعاج. ما في مشكله، اهلا وسهلا. لكن ملاحظه الاخ عبد المعطي فعلا بمحله، انه فعلا اذا كان اندر ديفايند بيكون ازرق، اذا كان فولي ديفايند بيكون اسود. لكن في شغله هالاحيان بعض التوتوريالز امبارح قعدت صممت كذا وحده جهزته للدرس، يعني لقيت انه طبعا لازم نبلش لانه تاخرنا شوي، لقيت فعلا انه احيانا انت بتحدد كثير علاقات لكن بالنسبه له السوليد لسه، يعني انت التصميم كله بتمسكه هيك ما بيتغير معك، ما بيتحرك تمام، ثابت ثابت خلص كل شيء، كل نقطه مكانها والعلاقات كامله، يعني انت كل شيء موجود على الرسم نقلته والعلاقات كامله صحيحه، لكن مع هيك السوليد بيقول لك انه لساته اندر ديفاين. انا برايي انه احيانا هي ما كثير دقيقه، انه انت ما تعتمد عليها، مو اذا انت شفت اندر ديفاين معناها شغلك مو صحيح، لا انت بيكفي انك انت تحرك الرسمه من اي نقطه من النقاط، لكن من كل النقاط لازم تجرب ما تحرك معك ابدا ابدا تمام. طيب خلونا هلا نبدا بتصاميم. اول شيء راح نبدا، خلوني اقسم الشاشه استاذ، يعني ما ضل في ملاحظات ثانيه على الوظائف كانه ما في ملاحظات كثير. طيب راح اعيدهم بسرعه، عدم استعمال سمارت ديمنشن، عدم ثبات الرسمه،
هلا على كل حال راح ابعث لكم اليوم انا على شو اسمه، عدم استعمال سمارت ديمنشن، عدم ثبات الرسمه، عدم استعمال نقطه مرجعيه، عدم تثبيت مركز القوس الى القوس الى النقطه المرجعيه. هاي شو يعني في رسمه هلا راح لكم عليها وراح لكم شو 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 الفكره الرسمه هاي. ثواني يعني استاذ، ما في ملاحظات فرديه انه لكل طالب في شيء محدد، كلياتها مشتركه ما هي؟ الملاحظات الفرديه انا بعتها بشكل خاص، لكن وقت كان في ملاحظه كثير تكررت وبدها ايضاح ف انا اثرت انه احكيها بالدرس. بعد عدم اضافه علاقه مماس بين القوس او الخط او القوسين، طيب الفكره وين؟ هاي الملاحظه احنا هون عندنا مثلا وليكن هذا الارك او هذا القوس، هذا القوس اذا بتلاحظوا انتم في له مركز، هذا القوس في له مركز. بعض الرسمات شو بيكون اغلب الطلاب عم بيحددوا نصف قطر القوس فقط. طيب هذا نصف قطر القوس ونفترض انه 54 تمام، لكن هو بالرسمه مورجيك انه هذا المركز يقع عند البوينت او او يقع عند مركز دائره معينه عفوا. فانت لازم شو تعمل؟ ليش ما رضي؟ طيب فانت شو لازم الفكره انك انت طبعا انا حرجيكم اياها بالرسمه لانه في كذا شخص في كذا شاب معنا اخطا فيها. ما انه واضع طبعا هو حدد نصف قطر القوس لكن ما حدد مركزه. احيانا هو اغلب الاخطاء بتصيب بالمنحنيات. ليش؟ لانه الخط المستقيم له بدايه معلومه وله نهايه معلومه وله ميل معلوم، يعني ممكن يكون افقي عمودي زاويته 90 او ممكن يكون مائل بزاويه مثلا معينه عن محور الاكس، تمام؟ فالخطوط المستقيمه، وطبعا الخطوط المستقيمه كل الاشكال ما عدا حتى الدائره امورها تمام. ليش؟ لانه الدائره محكومه ب ب ب بقوانين يعني ابسط من القوس. القوس اموره شوي معقده، وبالاخص اذا انت بالنسبة لمركز القوس على الغالب ما بيتحدد. ليش؟ لأنه القوس أصلاً بيكون خارجي، مثل هلا هي الرسمة اللي كنت عم بشتغل عليها من شوي، ثواني وين؟ هي الرسمة مثلاً. خلونا نبدأ، ما بحب أحكي الملاحظة بشكل عام، ناخذها بوقتها. مثل هي الرسمة مثلاً، القوس هاد ما محدد لا هذا القوس ولا هذا ولا أي قوس من هدول الأقواس، سواء الصحيح هيك أو المقلوب، ولا واحد فيهم محدد مركزه، تمام؟ اما الدائره محدد مركزها. الدوائر بشكل عام مركزها بيكون محدد بشكل اوتوماتيكي. فموضوع كل اغلب الاخطاء بتصير عند القوس، عند موضوع القوس. اولا ممكن يكون بالرسمه محدد مركز القوس، مثل ما بالرسمه وينها؟ اللهم صل على سيدنا محمد. هي الرسمه هي رح نرسمها هلا. هي الرسمة، هذا القوس اللي فوق والقوس هذه اللي تحت، كثير طلاب حكوني مشانهم. في طالب عملهم مكملات لدائرة أو من دائرة وحدة. شو يعني من دائرة وحدة؟ هي حكينا عنها بالدرس الأول، إنه اعتبر لي إياهم كأنهم جزء من دائرة، يعني هاد المسافة ما بيناتهم لا تعبيها، لكن اعتبرهم جزء من دائرة وخليهم مثل ما هن. فهيك شو بصير؟ بتحدد العلاقة، يعني بيناتهم في علاقة واحدة فقط، تمام؟ فهيك اصلا حدد المركز وحدد كل شيء، يعني وحد مركزهم هذا القوس وهذا القوس، وحد المركز تبعهم بنقطه وحده واعتبرهم جزء من دائره، قوسين من دائره وحده، تمام؟ طيب هلا هيك الرسمه بتزبط وبتصير ثابته، لكن مين قال لك انه هاي انه هذا القوس وهذا القوس انه من دائره وحده؟ ما يعني بالرسمه ما واضحه. بالرسمه ما واضحه. طيب استاذ وهيك فرضناها فرض، لان شو اسمه يعني ما اعطانا اياها سفه، هيك لقينا انه انسب شيء كان قريب. هلا انا ما بفيكم سر انه انا حاولت قدر الامكان جيب لكم افضل توتوريال موجود بالسوق، لكن مع هيك لا يخلو التوتوريال اللي موجود على النت من الاخطاء. يعني حتى هدول التوتوريال اللي انا جبت لكم اول من هذا الكتاب اللي قلت لكم عليه، وهذا الكتاب مطبوع ومرجعي يعني، لكن مع هيك حتى في بعضهم من موقع السوليد نفسه اغلبهم يعني ما جبت من برا الا يعني شيء بسيط جدا.
لكن الموضوع انه انت في حال مثل هاي الرسمه، في حال انت وحدت هل هو طلع شلون عاطيك، شو عاطيك؟ خلينا نفوت زوم ان، عاطيك نصف قطر هذا القوس من وين؟ من نقطه الاوريجين، هاي نقطه الاوريجين تمام، اللي هي مركز لهي الدائره ومركز لهذا المسدس، وهي بنفس الوقت مركز لهذا القوس. فانت هذا القوس بيكون المركز تبعه بيكون بعيد عنه شوي، مجرد ما ثبتته على نقطه الاوريجين هي خلاص صار له علاقه واحده وثبت الشكل. طيب خلونا نبدا بهذا الشكل يا رب. في الاخ مهند كمان طلب مني شكل رح نبدا فيه كمان. طيب هيك بيكفي ما عاد تنزل اكثر منها. طيب طيب هلا عندنا هون، فينا كمان نكبرها شوي عادي. طيب عندنا هون موضوع، هلا رح نبدا موضوع الانتباه للقطر ونصف القطر، الانتباه للقطر ونصف القطر. في حال اعطاك ار، هلا هون هون مثلا، فهون كانه راح على الرسم اللي بعده، ها خلينا نشوف هون، هون مثلا هون هاي معناها قطر، ونبهنا عليها كثير. في بعض الشباب ممكن لسه ما لسه ما تعود، فممكن هي الاخطاء تصير. هاد نصف قطر، هاد نصف قطر ار، هاد قطر كامل، دائره ومخترقه خط معناها قطر كامل تمام. فهي انتبهوا عليها مظبوط، في بعض الاخطاء وقعت في بعض شباب وقع بها الخطا هذا. طيب اول شيء قلنا رح نعتمد هي نقطه الاوريجين، هي اللي هون تمام. فاول شيء احنا رح نرسم المسدس والدائره، طبعا ما بهم من قبل المسدس، هي ست اضلاع. استاذ في نصيحه، ليش في نصيحه ليش اعتمدت هي المبدا؟ ممكن تكون هي مثلا احسن من غيرها، افضل من غيرها، في نصائح معينه؟ هلا في نصائح معينه، انه انا مثلا هلا هي الرسمه، هي انه هي النقطه مثلا مشتركه باكثر من شغله، ما هيك؟ انه هي مشتركه لاكثر من شيء صارت. اولا مشتركه لاكثر من شغله، ثانيا هي نقطه مرجعيه، يعني مثلا انا هون بالرسمه عاطيني هي 75 بعد مركز هي الدائره عن هي النقطه، نقطه الاوريجين اللي انا اعتبرتها اوريجين، هون عاطينيها 70، هون عاطيني ارتفاع ما بين هي المركز والبعد الافقي، عفوا الشاقولي. فكل وهي مركز للدائره ومركز للمسدس ومركز للقوسين، فهي النقطة أغلب العلاقات مبنية على هي النقطة، هذا أولا. ثانيا هي القطعة تقريبا مركز عطالته تقريبا بيكون قريب من هي النقطة تمام. فالشغل الأفضل بيكون بناء على هي النقطة. طيب عفوا، طيب نحن لهون نحن قلنا هي الزاوية، أنا رجعت صححت الدرس الأول قلت لكم إنه هي عبارة عن الزاوية الداخلية، لا هي عبارة عن الزاوية، طلعوا شلون هي اللي مرسومة باللون الأصفر، ما بعرف كيف بدي أشر عليها بالماوس، اللي مرسومة باللون الأصفر هي تمام. طيب نحن ما كثير بيهمنا هذا الموضوع، لأنه نحن هلا بالأساس رح نحدد هذا البعد. طيب هون عاطيني أول شيء رح نحط الخطوط المساعدة اللي هي هذا الخط الشاقولي وهذا الخط الأفقي. أنا قلت لكم لازم اعتمد نقط مساعدة واعتمد خطوط مساعدة. طيب أنا بالنسبة لي خطوط مساعدة فورا برسمها ميد لاين، هاي هون تقول له اند تشين، بدك ترسم واحد هاي حط لك انه افقي بشو؟ باللون الاصفر، معناها راح يعتمدها هلا. هلا بعد ما نخلص نحط هاد فور كونستركشن، نحط هاد فور كونستركشن عشان يكون خطوط مساعده مداخلات بالرسمه. طيب هو شو قال لي؟ بيجي برسم خط مساعد من نقطه الاوريجين الى هذا الراس، ليش؟ لانه عاطيني علاقه لازم يكون، طبعا حاولوا ما كثير تخلوا الخطوط طالعه لبرا قدر الامكان، هون عاطيني الدرجه 15. طيب فبالنسبه للدائره، الدائره صارت جوا بس نطالعها. بالنسبه للدائره طبعا احنا لسه ما اعطينا ولا بعد، بالنسبه للدائره هاي شايفين هذا قطر، قطره 70 76. امر اخر بالنسبه للعمليات الحسابيه، طبعا هي دخلت لجوه لكن ما في مشكله، بالنسبه للعمليات الحسابيه ما تحسبها بذهنك. مثلا افترضنا هذا القطر 76، مثلا افترضنا انت بدك تحطه
مثلا 40 ضرب 2 خلاص صارت الحاله 80، ما تحسب بذهنك، خلاص 70 76 هيك ضروب وقسم على الكيبورد، تمام اسهل لك. طيب هلا بعد ما حسبنا هون المسدس، يا اما بتعطيه نصف قطر الدائره المساعده تبعيته المماسه للاضلاع داخليا. طبعا المسدس له اذا سمحت استاذ بس مشان الضرب، يعني انت ضربت على الكيبورد ولا ادخلت ضرب ما عرفت شلون؟ لا انت مثلا افترضنا مثلا هاي من هون لهون حددها هاي على الرسمه، هي مثلا قديش 50 56 مثلا، انا بدي اياها 30 32 ضرب ليك هي اشاره النجمه ضرب 2 حط لك اياها هيك. تمام تمام ان شاء الله. على الكيبورد انت مو عندك قسمه اللي هي الخط المائل، وعندك ضرب اللي هي النجمه، وعندك ناقص وعندك زائد. على الكيبورد من طرف الاعداد هذول انت بتدخل القيم. تمام هاي 50 56. طيب هلا احنا هون شو عملنا؟ حدد لي اول شيء سوا لهم باللون الاسود معناها فولي ديفايند، وهي حدد ليها باللون الاسود، وحتى هون اذا كبست عليه مكتوب فولي ديفايند معناها خلاص انا منين ما حركته هلا بمسك هذا السكتش منين ما حركته ثابت خلاص معناها شغلي صحيح. تمام طيب في حال كان عم يتحرك ممكن يكون توتوريال ناقص، في معلومات ناقصه، في شغله ناقصه، ممكن احيانا انت في فرضيه انت لازم تفرضها. طيب هلا بعد ما حددنا زاويه ميل المسدس وحددنا البعد هون، المسدس بتحدد انها اما بتحديد نصف قطر الدائره هي المساعده، او بتحديد البعد ما بين خطين متوازيين. تمام طيب هلا او ما بين نقطتين يعني فيه. طيب هلا امر اخر، هلا رح ننتقل لوين؟ رح نرسم الدوائر. ليش رح نرسم الدوائر؟ لانه ان المنحنيات خليه لاخر شيء، يعني هذا منحنى تمام، منحنيات كلياتها هي، وغير هيك محيطه، فانت خلص الدوائر ثبتهم بعدها رح تلاقي انه المنحنيات رح ترسمها هيك بشكل محيط بالدائره. طيب يعني المنحنيات رح نسميها بتغلف الشكل تغليف مغلفات. صحيح صحيح. اثناء الرسم دير بالك انه تحدد علاقه، مثلا انت عندك هاي الدائره تمام، هاي الدائره انت عم ترسمها هون تمام، هلا انت هاي صارت باللون اصفر، اذا انت ما بدك اياها تتحدد، ما بدك يكون مركز الدائره على هذا الخط، زح ايدك شوي تمام، دير بالك انه هو السوليد لحاله بيحدد لك علاقات مشان انت شو سهوله لك اثناء الرسم، لكن انت مثلا ما بدك اياها زح ايدك شوي، دروب زوم ان هيك لحتى تقرب، ها بدك اياها انه كثير قريبه، لانه احيانا انت اثناء الرسم تنسى انك تشيل العلاقه، يعني مثلا انت حددتها هيك بعد شوي، او مثلا هون هلا هي الدائره هي صفت مار القطر تبعها او محيط الدائره مار بهي النقطه، ومركز الدائره على هالخط هذا، فانت هيك حددتها هلا تمام، هي العلاقه اللي ما بدي اياها، لا انا ما بدي هيك، انا بدي اخليها حره من هون تمام، لانه اصلا بالرسم ما عاطيني هالمعلومه هي. طيب هاي القطر تبعها 16، هذا قطر، ليش قطر؟ لانه اعطيه دائره وبداخلها خط. طيب هلا القطر تبعها 16، طيب القطر تبعها 16 بتقع على وين؟ هلا يا اما انا بحطها على الخط المساعد تمام، يا اما نحطها على الخط المساعد، يا اما في طريقه ثانيه شو بعمل؟ بكبس على مركز الدائرة هاي كنترول نقطة الأوريجين وبقول له اعمل لي اياهم على خط واحد تمام؟ يا اما هيك يا اما انت حر، انت حر الطريقة اللي انت بتشوفها مناسبة انت حر فيها تمام؟ طيب لكن الأفضل رسم خطوط مساعدة شاقولية أفقية وشاقولية، وانك تخلي العلاقات فيها، لكن هيك أو هيك نفس الشيء. طيب هي 16، هلا الدائرة الثانية برسم انا بها المكان هذا. طيب هلا انا عندي خيار، يا اما بيجي عند سمارت ديمنشن وبحددها 16 لانه هي كمان 16، او شو بعمل؟ بكبس على هي الدائره، بكبس على هي الدائره وشو بعمل؟ بكبس ايكوال تمام؟ خلص هلا شو بعدل هي؟ بتعدل هي، طبعا هون هاي نص، هاي قطر وليس نصف قطر، ننتبه لها. طيب هلا خلصنا هدول الدائرتين، ها لسه الدائره هاي بدي احدد بعدها عن هون وبعدها عن هون. هي طيب شاقوليا قديش؟
ديروا بالكم لا 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 ياخذوا خط مائل، لا انا بدي اياها بعد شاقولي. طيب بعد الشاقولي قديش؟ 40 45. طيب البعد الافقي يا اما باخذه عن هذا المستقيم او باخذه عن النقطه، وهذا افضل، انا بنصحكم فيه اكثر. خليك ثابت مع الاوريجين خلاص، يعني حل شغلك مع نقطه ثابته. طيب هون قديش؟ 70. طيب هاي بالنسبه للدائرتين ثبتناهم شيء، هاي لسه ما تثبتت. قديش بعدها هاي؟ 75. هلا صاروا كلاتهم الاسود، معناها كلاتهم تحددوا خلاص، كلاتهم ثبتوا في اماكنهم. طيب هلا نزح شوي القياسات. طيب هلا او انا ممكن شو اقول له؟ يخفي لي القياسات وينها؟ من هون هاي تخفي، مثلا بدك انت ما تشوف المماسات، بدك ما تشوف نقطه الاوريجين تخفيها، او النقط عفوا هي المساعده، هي نقطه الاوريجين. طيب بدك ما تشوف مثلا الفيو سكتشز او هيك، تمام، الكيرفز الى اخره، خطوط المساعده الى اخره. طيب انا هلا بدي اخفي القياسات عشان اعرف اشتغل. طيب هلا شو عندنا؟ خلينا نبدا من هذا القوس اللي هون. هذا القوس ببلش من هون وبلف تقريبا حوالي الدائره هاي. بعدها شو عندي؟ انا عندي هون خط. ليش خط؟ لانه ما عطيني نصف قطره. لو كان عطيني نصف قطره لكان عباره عن قوس، لكن هو عباره عن خط. فانا عفوا برسمه تقريبا لهون، بيجي برسم قوس ثاني، هذا القوس بروح من هون. الافضل انك تحاكي الرسمه قدر الامكان، تحاكي الرسمه قدر الامكان. او انت هون عندك هذا 45، عفوا عندك هون قوسين، عندك هون قوسين. طيب قبل ما نكمل رسم خلونا بس نعمله مماسات. هاي الملاحظه كثير رسمات اجتني، يعني في بعضكم راسم الوظيفه احيانا بيدقق على هذا الموضوع احيانا بينسى، يعني ما كلاتكم اشتغلتوه لكن مو بشكل دائم. فموضوع المماس جدا مهم. ليش؟ لانه حكيت انه العلاقه ما بين مماس وخط، ما بين دائره او قوس وخط، عندها كثير علاقات. لكن اذا كان مماس، طبعا مماس بيكون محكوم بعلاقات اخرى، فساعتها رح يكون في علاقه واحده بس ما بين الخط و القوس او الدائره، رح يكون ساعتها في علاقه مضبوط اكثر يعني. اللهم انت ربي. هاي تانجنت. طيب هلا خلونا نحدد. هلا هون شو عاطيك هون؟ انا هون بدي احكي عنه. هاد القوس عاطيك اياه 45 وعاطيك مركزه من عند نقطه الاوريجين. هذا هو المهم، انه هاد 45. هلا انا بعمل هيك 40 45 تمام، والمركز وين؟ في نقطه الاوريجين. فانا بكبس على المركز هذا القوس، بكبس على نقطه كنترول نقطه الاوريجين وبقول له ميرج. طيب هلا هيك خلاص، هلا هذا الخط صار اسود، هذا الخط صار اسود. ليش؟ انا حكمته بعلاقتين خلاص، يعني تثبت نصف قطره ومركزه. طيب بالنسبه لهاد كمان، هذا القوس كمان نفس الشيء، مركزه هون كمان بعمل له ميرج. تمام هلا انا حددت نصف قطر الدائره هاي، خليها هيك. طبعا ليش بدي طلعت القياسات؟ لاني انا رجعت اشتغلت قياسات مره ثانيه. هي كانت 20 دمع، اي 20. هلا هذا القوس الخط اللي بيناتهم صار اسود لحاله. ليش؟ مين بيقول لي ليش؟ يا قوم استاذ واقع بين يعني قوسين خلص انه تعين مركز فخلص صار ديفاين، يعني ها قربت استاذ. انا ما سمعت السؤال.
السؤال هو هاد أنا حددت مركز هذا القوس ونصف قطره، حددت مركز هذا القوس ونصف قطره، فالمستقيم اللي بيناتهم صار أسود لحاله، صار fully defined لحاله، مع إني ما اشتغلت في شيء، يعني لا حددت طوله، لا حددت زاوية ميله، ولا حددت في شيء أبداً. أستاذ أنت ما في أي علاقة. يا أستاذ اسمح لي، أنت حددت بدايته ونهايته، عندما حددت تماسه مع القوسين حددت البداية والنهاية في الحصار. صحيح، هاي هي. فالكلام هاي الملاحظة اللي أنا بدي لكم إياها، إنه المماس ما بين دائرتين هو مماس واحد بمس دائرتين فقط، ما في غيره. فأنت مجرد ما حددت ثبت هدول الدائرتين أو القوس، نفس الكلام عن القوس نفسه عن الدائرة، مجرد ما أنت حددتهم بشكل كامل وحددت خط بيناتهم مماس للتنتين، فخلص تحدد. هلا هاي هذا الخط امسكه هيك حركه، ما عاد يتحرك ابدا ابدا ابدا، لا من هون ولا من هون، انا حددته خلاص. طيب هلا نيجي لعند هذا القوس، قديش هذا القوس؟ 127. انا بنصحكم ما يعني اشتغلوا على الرسمه شوي شوي. ليش؟ لانه اذا كترته كثير السوليد شو بيعمل احيانا؟ بيكون في علاقتين، انت مثلا يعني مقرب خطين اكثر مما يجب، فبيفترض هو وقت انت بتكتر الخطوط انت سماح ما اعطيت علاقات ابدا، بيفترض هو لحاله بصير بيعطي علاقات من عنده، فبتصير الرسمه يا اخي يعني تتجعلك، بصير هذا الخط بيطلع بفوت هيك الدوائر ببعضها، فهيك يعني اشتغلوا شوي مثلا ممكن نص الرسمه بعدين تبقى مكمل. طيب هلا شو بدنا نعمل؟ عندنا هذا القوس من هون لهون، في عندنا قوس صح؟ هيك، طبعا هذا مركزه هون، هلا مظبط مركزه، واهم شيء اتجاه القوس، اتجاه ميلان القوس حددوه، تمام؟ وهلا بعد عندنا من هون لهون قوس، بعد عندنا خط. في امر هاي الرسمه وقت سالتوني عنها بالدرس الماضي انا ما كنت يعني الصراحه محضرها مزبوط، فقلت لكم انه فيها خطا، لكن هي مو خطا، لكن مثل ما قال لي عبد المعطي اليوم حكينا فيها، فيها شوية غموض بموضوع أو لازم تنتبه لها أكثر. طيب هلا عندنا، خلينا نسخ شوي ال dimensions. هلا عندنا هون هذا الخط وهذا الخط tangent، هذا الخط، هذا القوس وهذا القوس كمان مماس، هون هون مماس، هون هون مماس، هون مماس. هلا عندنا مركز، ها طبعا المركز كيف تطالع، تضغط على القوس بعدين بيطلع لك لحاله المركز لون ازرق، تكبس عليه كنترول ميرج خلاص حددناه. هلا شو قلنا كمان؟ ان هذا القوس كمان، هذا القوس اصلا ما اعطيك، هذا القوس اللي من تحت استاذ ما اعطيك عنه معلومات ابدا. تفضل. الله يجزيك فضلك. ميرج يعني اتحاد، انت هلا شو وحدت مين مع مين؟ مركز الدائره مع مركز القوس يعني؟ مركز هي الدائره هاي هون مع مركز نعم. هذا القوس. لانه بالرسمه ليك بالرسمه نعم. بالرسمه عاطيني مركز القوس انطلاقا من مركز الدائره نفسه. يعني مركز القوس ومركز الدائره بالرسمه واحد، عاطيني البعد من هون للقوس، وعطيني البعد من هون لهون، معناها انا بستشف او هي واضحه انه المركز متحد لهم، نفس المركز نفس النقطه. طيب هلا شو قلنا؟ حددنا هون. هلا عندنا هذا القوس ما اعطيك عنه ابدا، لكن في شيء بالتصميم الهندسي بنسميه شلون بدي لكم اياها، مثلا مثل هذا الجوال، هذا الجوال من فوق بسموه التماثل او السيمتريك او هيك شيء، انت عندك هذا القوس من فوق له هذا الانحناء، فغالبا بيكون له من تحت كمان نفس الانحناء. يعني مثلا اي شكل هندسي بيكون له استاذ يعني قصدك الجماليه، الانحناء، الالتفاف، ممكن لا الفكره انه بيكون له تريم يعني تشذيب او انسيابيه، يعني هيك شيء. يعني الفكره وين؟ انه هذا القوس من فوق بمثل هذا القوس من تحت، هي الفكره.
انه هو صح وانا ما اعطاك معلومات عن هذا القوس ابدا اللي هو من تحت، فمعناها هذا القوس مثل هذا القوس. تمام استاذ؟ سيمتريك مثل كانك سيمتريك مثل كانك رسمت اذا قطعت الرسمه بالنص تطلع فوق او تحت نفس الشيء يعني. هذا قصدي يعني في جزء من الرسمه، في جزء من الرسمه اذا انتم بتلاحظوا اذا انا تناظر يعني تناظر او تحاكي تناظر، انا بالعربي ورا عندي التعبير تناظر او سيمتريك بنقول له بالانجليزي والتركي. طيب الفكره وين؟ انه انت عندك شيء من التناظر بالرسمه، عندك شيء من التناظر. هلا هون مثلا القسم اليمين واليسار ما في تناظر ابدا، لكن من فوق من تحت اذا بطلعوا في تناظر نوعا ما بموضوع القوس. اللي خلاني اتاكد هلا اللي افترض انه هدول القوسين جزء من دائره ما في مشكله، ليش؟ انه هون اصلا هذا الطول هذا الضلع ما اعطاك اياه، ما اعطاك معلومات عنه ابدا، لانه هذا مماس لهذا القوس وهذا القوس فقط. فمعناها التحديد عند الاقواس وليس عند الضلع وليس عند الخط هذا. طيب معناها هلا شو بنعمل؟ اول شيء هنا نحدد. استاذ بس تسمح لي اضيف شغله؟ تفضل. استاذ في اتوقع نحن بنعرف هاي المعلومه من السنتر لاين، في سنتر لاين اللي منطلق من الاوريجن ممتد لانه ملامس الارك اللي فوق اللي محطوط عليه الراديوس 45، وهذا نفسه نازل ملامس اللي تحت، فبيدل لنا انه ترى هذول كلهم من دائره واحده. هلا هذا كلامك صحيح، هل هو بالرسمه ما موضح هيك، يعني ما في خط ثاني. انت عم تقول لي انه هذا الخط هاي ال 45 نازل لافه هيك واصل صح؟ انا قصدي هذا الخط المتقطع الداشت لاين، بما انه لا من فوق ونزل كمل لتحت هذا الارك الصغير، فبقولنا ترى هذا الارك متصل بالارك الفوقاني بدائره. انا قصدي على الداشت لاين. اي بالضبط استاذ، شوف لي كيف نازل 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 اخر شيء واصل لعند هذا الارك. هلا هو راح يقطعه استاذ، يقطعه من هلا. هون انت عندك الارك سوان، انت عندك الارك عندك نقطتين طرفيات الستارت والان، وعندك كمان نقطه المقابله للمركز، يعني بسموها نقطة مركز المحيط. هاد محيط دائرة صح؟ ميد بوينت. هذا القوس، القوس هو جزء من دائرة، جزء من محيط دائرة عفوا صح؟ لأنه جزء من القوس هو جزء من محيط دائرة، معناها أنت عندك دائرة الأم، خلينا نسميها الدائرة الأم هاي. أنت قصدك أنه هذا القوس وهذا القوس هن من نفس الدائرة الأم، اقتطعوا من نفس الدائرة الأم صح؟ بالضبط. نعم صحيح كلامك. هلا انا بقول لك انه بس انت فكرتك وين لازم يكون؟ لازم انت، انا فهمت عليك شو قصدك، لازم يكون هذا هون نقطه التقاطع هاي لازم تكون بمنتصف هون. انت عندك احنا شو قلنا ثواني بس خليني احدد الماوس، قلنا لكل قوس شايف هاي النقطه بالاصفر هاي مركز المحيط. انت عندك ثلاث نقاط مثل ما انت شايف هون. ها هون 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 عندك نقطه الستارت، نقطة الاند، ونقطة المنتصف اللي هي المقابلة لشو؟ للمركز. يعني إذا أنت رسمت خط، أنت عندك هذا القوس، هذا القوس، في حال أنت رسمت خط من المركز لهي النقطة، لهي النقطة، تمام؟ هلا أنت شايف هون هاي مركز القوس ما مارق من الخط المساعد، ما مارق، فاحتمال يكون من نفس الدائرة الأم واحتمال لا. شايفون عفوا انا قصدي استاذ داش لاين هذا، شوف لو بتلاحظ مثلا هذا بالضبط داش لاين هذا كونه بس امتد لانه بدا يلامس الفوقاني، فدورت تحت على الريليشن شيب انه ورجاني انه ترى هذا هو نفسه من دائره الام اللي حكيت عنها. هو انا قصدي انه طيب. بس عرفنا هاي المعلومه من الداش لاين. طيب خلينا احنا شو نعمل؟ نوحد المركز، هذا مركز القوس التحتاني وهذا نقطه الاوريجين، عملنا له كونسيدنت. فهلا شو بصير؟ هلا عفوا لسه ما حددنا قطره، قديش قطره فوق كان؟ 45 45 ها. طيب هلا قديش البعد؟ ها تماما نفس الشيء، لانه ليش؟ اذا انت هلا بترسم البعد، ها تعال نشوف تجريب بس، قديش البعد؟ 2.91 صح؟ طيب نطلع لفوق نجرب البعد ما بين يفي وبيروح.
لا 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 ها؟ ما طلعت نفسها. لا عفوا، عملت له كنترول زد. لا هي فعليا ترى ما طلعت نفسها. نظري يعني انا فهمت فكرتك، بس انه كونه خط واحد بمر لازم يمر من نفس النقطة هون وهون، عرفت شو قصدي أنا؟ عرفت شو قصدي؟ هاد قوسين قدام بعض لهم نفس المركز ولهم نفس القطر، فلازم الخط هذا يقطع من نفس النقطة، يعني يكون بعده عن نقطة مركز القوس من فوق بيساوي من تحت، لأنه ها ال ال أستاذي الكريم، هل هذول القوسين حتى لو كانوا من نفس الدائرة بس هن ما لهم متقابلين تماما، صح يعني هن صح صح زاحطين يعني ممكن زاحطين يكونوا هيك. هل انت عندك هيدا؟ تماما. صح، انت عندك هذا الدائره هاي، ممكن يكون، او خلينا نتاشر بايدي اسهل، انت عندك هاي الدائره، ممكن يكونوا هيك هيك هيك، هن متحدات بالمركز ولهم نفس القطر، نفس نصف القطر، فهن من دائره ام واحده، لكن ما شرط يكونوا متقابلات تماما، ممكن يكونوا هيك ميلات، هيك 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 هيك، تمام. طيب استاذ انا ما هو انا ما قصد انه الداش لاين هو الميد بوينت، بيكون قاطع الميد فهمت بوينت عليك، او فهمت بس فهمت عليك فهمت عليك كلامك صحيح، فهمت عليك انا وكلامك صحيح، الاثنين من نفس الدائره. طيب هلا شامل صار الرسم الاسود، تمام. فهلا اذا كبسنا على السكتش فولي ديفاين، طيب نجي نتاكد نمسك الرسم من اي زاويه، لازم اتحرك، في حال تحرك معناه نحن ناقصين شيء، تمام. خلاص نهار انا محدد كل شيء بشكل كامل. طيب هلا هاي رسمه اكتملت، خلينا نحفظها وننطلق، او ما في داعي الحفظ لاني راسمه من قبل. طيب نعم سيف، نفتح ملف جديد. هلا انا ما بعرف، انا بحب انه اذا في حدا حابب فيكم يشارك يرسم هو، نحن نتفرج عليه كمان بصير. اذا في حدا فيكم حابب في رسم، يشارك، اذا عندكم رسمه معينه انا بحب ارسم والله اعطوني والله رسمه بس انتم. ما في مشكله. طيب في رسمه قالوا لي عليها الشباب، رسمه. طيب استاذ في رسمه لو ممكن اللي كنت عم تشتغل فيها اول ما بدينا الدرس، ها اللي جاي اللي حتى فيها حاطين الفيتشر تبعها فوق على اليمين هيك، راح اشتغل هي يمكن بالوظيفه الثانيه مو بالاولى. اي هلا انا بالضبط. صراحه كم دي ارسم هاي، شو رايكم؟ يعني شو نرسمها؟ الري مصفوفات؟ ايه مو شو المصفوفات، نحن راح نشتغل مثل ال هلا في شغله انا ما اعطيتكم اياها، انه انت عندك، بس هي ترى بدك كثير، يعني بدك حدا يعطيك المعادله، تمام؟ وانا دورت صراحه ما لقيت مثال مع معادلته، بيحطوها لك اعتباطيا او اعتباطا، يعني انت مثلا بتحدد المسار وبتعطي معادله ما بين، طبعا هي بتكون وايات مثل مصفوفه او معادله، مشان شو؟ مشان توزع. مثلا انا افترضنا عندي مصفايه، تمام؟ مصفايه مو فيها بعوج بعوج، هلا المصفايه متوازيه البعوج، يعني ال 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 المسافه ما بين الدائره والاخرى، ما بين الفراغ والاخر، ثابته، والصفوف متناظره يعني مثل بعضها، يعني المسافه سافله افقيا وشاقوريا، تمام. انت اذا افترضنا بدك البعوج يكونوا بشكل مختلف، ما انه متناظر، يعني ما يعني ما انا مثل ما شفنا بالبترن، مو تعليم البترن، يعني انت ما عم تكرر بدك اياها انت. طبعا احنا شفنا بالبتر انه بامكانك انه تلغي الدائره اللي ما بدك اياها، تلغيها، تكبس عليها تلغيها، شفناها هي بالدرس الثاني. طيب في طريقه اخرى انك انت تعمل، ممكن انا الدروس القادمه اجهز لكم مثال عنها، بتضيف انت، بحط لك مثل جدول، بتضيف انت ابعاد كل نقطه، مشان شو؟ مشان تعمل بتر، لكن مو متناظر، مو مكرر،
تمام. طيب هاي الرسمة بتحبوا نعملها ولا شايفينها بسيطة؟ على كيفكم؟ تفضلوا يا شباب. أنا بالنسبة لي بتمنى، لأنه بصراحة أنا عملت السلوتس، هذول السلوتس المايلين عملتهم بطريقة كتير أتوقع غريبة، فإذا بشوف طريقتك أستاذ بكون ممتاز. طيب أنا رح أحاول هلا أستعجل شوي مشان ألحق أكبر قدر ممكن، ومثل ما قلت رح أحاول إني أذكر ملاحظات مع شو اسمه مع أثناء الرسم. طيب هلا إحنا هون عندنا أول شيء الإطار الخارجي عبارة عن مربع، رسمت أول شيء مشان شو؟ مشان يكون هو الإطار المرجعي لأنه هو أكبر شيء. طيب مثل ما شايفين هو نقطة الأوريجين بالمنتصف واضحة، يعني ما معقول أروح أرسمها هون، لازم أرسمها هون لأنه كل العلاقات مبنية على النقطة هاي. طيب فهلا عندي اول شيء الدائره المساعده، شو بعمل؟ برسم دائره عاديه بعدين بعملها فور كونستراكشن. طيب فور كونستراكشن هلا شو بعمل؟ بحدد الابعاد اول شيء. هلا هو لسه ما محدد شيء، مجرد ما حددت بعد واحد بيعمل الابعاد، يعني بصغر شوي المربع. هي قديش؟ هي 70. هي 70 من هون لهون 70. طيب هي 70، شايفين المربع كبر شوي بعدين صغير. طيب هون محدد الطول قديش؟ 100. طبعا هذا بالاساس مستطيل ما انه مربع، فانت لازم تحدد الطول والبعد انه هن اثنيناتهم 100 عشان يصير مربع، انه المربع هو حاله خاصه من المستطيل. طيب استاذ بس عفوا، هلا بما اني انا حددت الاورجين ومنطقه البدايه، ففي داعي نقول انه من الاورجين لتحت 50 ولا خلص ما عاد في داعي؟ لا لا، اصلا اذا قلت له بتعرف شو راح يصير؟ هو بيعطيني غلط. هي الفكره انا اسمي يعطيك غلط، يعطيك اندر ديفاين. اندر ديفاين ايه عفوا، مو اندر، اوفر اوفر. ثواني، هاي قصدك من هون لهون؟ ايه راح يعطيك باللون الاصفر. احنا قلنا شو الاخطاء؟ نوعين. باللون الاحمر معناها انت مرتكب خطا هندسي، علاقتين مستحيل يجتمعوا مع بعض. باللون الاصفر انت محدد امور زياده ما في داعي، تمام؟ يعني مثلا مشان تحديد خط مستقيم بكفي انك انت تحدد نقطه البدايه نقطه النهايه او طوله. طوله شو يعني؟ يعني نقطه البدايه نقطه النهايه، او البعد ما بين نقطه البدايه والنهايه. وكمان امر اخر، تحدد ميلانه، هل هو افقي تماما، هل هو عمودي تماما او مايل. فخلص اذا انت رجعت مره ثانيه قلت له طوله مثلا افترضنا 100 من الطرف لا منتصف الخط 50، خلاص بيقول لك حاج. ليش؟ لانه السوليد او كل برامج التصميم والاناليز والسيموليشن بيعتمدوا على موضوع بيحلل هو البيانات هي كلها، وهو انت بتشوف رسمات قدامك، هو عنده معادلات، هو عنده معادلات تمام. فهو بفكر، هو بيشتغل بغير طريقتك انت، هذا الشيء اللي عم يطلع قدامك اللي عم ينعرض. فهو ما بصير انت تعطيه معادلتين رح يعملوا مثل خربطه عنده. طيب فهلا نحن رسمنا الخطين المساعدات، بنعمل فور كونستراكشن مشان ما يدخلوا بالرسمه. هاد فور كونستراكشن. طيب هلا حددنا الخطين المساعدات. هلا انا عندي خط لهون 20 ولهون 20، بيجي برسم خط مساعد باخده لهون، برجع برسم خط مساعد باخده لهون، وعندي لهون عندي هون خط مساعد كمان، عندي هون خط مساعد تقريبا هون، عندي هون خط مساعد وهون خط مساعد، طيب هيك تقريبا. ثواني شوي شاحن صفر. طيب هلا طبعا هدول الخطين انت ما فيك تعتمد عليه هون، خطين ال 87 ما تعتمد عليهم. طيب فهلا شو اللي الزاويه ما بين هون هذا الخط 20 ما بين هذا الخط وهذا الخط الزاوية 20. هلا قال لي ما بين هذا الخط والخط الأفقي 20 أو ما بصير. طيب ليش هي اعتبر 20 ثابتة؟
استاذي على الاغلب اخده متعامد مع ال 20 اللي فوق، مشان هيك بس حطيت له فوقني 20 اخذ تحتاني 20 في شارة التعامد. حتى هيك ايوه في هون علاقه من العلاقات هون في انا وترسمته طلع لي. طيب خلينا نشيله نرسم خط اخر. انا وترسمته طلع لي خط اصفر مثل هذا. هلا كمان هلا احتمال ما ياخذ. طيب اظن هلا بياخذ 20. طيب فاذا انا عم اقول لكم انه انتبهوا اثناء الرسم ما تعطوا علاقات، انتوا حددوا، انتوا خلوا علاقاتكم حره. هي 20 كمان خلوا الرسم حره قدر الامكان عشان تتحكموا انتوا بالعلاقات. طيب هي 50 من هون لهون. ومن هون لهون 80. هي عاملة كمان عمودية. أنا صعب لاقي العلاقة من بين كل هدول، فخلاص برسم خط جديد أريحني. هي 80. هلا حددت أنا الخطوط المساعدة كلها. بيجي برسم أنا عندي إن سلوت هاد ستريت، يعني سلوت مستقيم، وهاد سنتر بوينت ستريت سلوت، يعني أنت عندك هداك بتحدده من الطرفين أو مركزي القوسين، تمام، المركز الأول والمركز الثاني. هاد بتحدد المركز السلوت ومركز واحد من هدول القوسين، مركز واحد من هدول القوسين جانبيات. هاد بيكون مايل، لكن هاد شو نحدد فيه؟ هلا طلعوا شلون؟ النقطة الأولى واحد 2 3 4. شو يعني؟ اول شيء نحدد مركز القوس اللي من على اليسار، 2 مركز القوس اللي من على اليمين، 3 نحدد مركز السلوت نفسه، ما هو مائل، تمام. احنا قلنا القوس شو هو؟ القوس له ثلاث نقاط، النقطه الاولى والنقطه الثانيه والمركز، يا المركز من تحت يا مركز القوس، يا مركز القوس من فوق، تمام؟ فهلا النقطة الأولى هون مثل ما شايفين بالرسمة، النقطة الثانية هون، النقطة الثالثة أنا بدي إياها على هذا الخط، تمام؟ النقطة الرابعة شو بحدد؟ عرض السلوت. طيب هلا بيجي وحدة وحدة بتأكد منهم. أول شيء هي وين؟ هاي أنا بدي إياها هون على هذا الخط. بيجي لهون بعمل كونسيدنت، خلاص. هلا صفة هون مع هذا وهون مع هذا، هي النقطة مع هذا مع هي الدائرة، هي النقطة مع هذا الخط. طيب هلا المركز أنا بدي إياه على هي الدائرة، طبعاً حاول إنك تطلع لبرا، دائماً إذا في أكثر من خط حاول إنك شوي تريح حالك باختيار، تمام. هلا صار في كونسيدنت، كان قبل ما أنت بتشوفها بالرسمة إنه عليه، لكن لازم تحقق إنه في علاقة تقاطع. وهلا شو بعمل؟ هلا هي علاقة التقاطع مع هذا الخط، شو بعمل؟ بدي علاقة التقاطع مع الدائرة، لأنه هو هيك. هو متقاطع مع الدائره ومتقاطع مع الخط هذا اللي هو قلنا له زاويه 20 معهم. هذا السلوت الاول جاهز. هلا شو باقي علي؟ فقط نصف قطره. نصف قطره قديش؟ طبعا ما نعطاه خمسه، معناها هدول ثلاثه نصف قطرهم خمسه. هلا هدول السلوتات اذا شايفين ما موزعين، انا ما فيني اعمل السيركولر باترن، ما فيني اعمل هي التعليمه، هاي ما فيني اعملها، لانه هي التعليم بتعطيك توزع متساوي، هذا التوزع ما متساوي. هاد توزع ما متساوي، هون انت عندك اقراض من بعض، هون هذا بعيد عنهم. لا استاذ ما فيني اعمل نسخ بزاويه محدده؟ لا ما راح تكون دقيقه ابدا. ما على الميرور بتزبط يمكن اذا بعمل بس هذا الطرف اليساري. تمام، على الميرور بالنسبه للطرف اليساري هلا بهالحاله هي بتزبط. انت ممكن ها راح اوريك شلون. طيب ثواني، هاي قطر نصف قطر خمسه، خلاص انا هذا السلوت صار من الاسود. انت قصدك انه نجي لعند تعليمه الميرور نحدد هذا السكتش، هذا السلوت ميرور اباوت هون، بصير هيك. لكن الافضل شايف لهون شو في؟ فقط تعليمه الميرور، فقط تعليمه الميرور. هلا بصير، ما بقول لك لا، بصير. هلا انت عندك هي حاله خاصه انه هون 20 وهون 20 وهون 20 درجه وهون 20 درجه، ولهم نفس التمركز على نفس الدائره المساعده ولهم نفس القطر، يعني حاله خاصه جدا. فبصير خلاص راح نكفي فيها. بس انا بالاساس كنت ما رسمت هذا الخطين هدول. طيب ما في مشكله، كمان بصير. هلا بهالحاله هي صح،
طيب هلا عندنا السلوت الاخير نفس الطريقه نحدده، هذا السلوت نختار. النقطه الاولى شو انه هون نختارها تمام، والنقطه الثانيه هون، بعدين نخليه يقع على، بعدين نحدد نرجع نتاكد منه وحده وحده. طيب هاي التقاطع مع شو؟ مع الخط، معناها انا بدي اقاطع مع الدائره. كونسيدنت صارت تمام. هلا هون هذا التقاطع مع شو؟ مع الخط، يرجع نقاطعهم مع الدائره. هلا بقي عندي المركز، لازم يكون متقاطع مع الدائره. هلا بقي عندي شو؟ هلا ممكن شو اعمل؟ مين بيقول لي؟ ممكن انا احدد قطره، ممكن اضغط عليه واضغط على هذا السلوت اللون ايكوال بالبساطه. طبعا هذا بما انه متناظر مع هذا، هلا شو صار؟ هلا صار عندي انا بعد واحد. هلا هون انا مثلا بدي اعمله 5.5، حيتغير ب3 تون. ليش؟ لانه هاد ميرور مع هاد، وهاد ايكوال مع هاد، فكلياته مرتبطات بهذا السلوت. طيب هذا قطره 5، رجعنا خلصنا الرسمه. هلا اذا انتم ملاحظين الرسمه كلها باللون الاسود، اذا مسكت سلوت من اي نقطه وجيت بدي جره من اي نقطه مستحيل انه يتحرك. تمام؟ خلونا نحفظ، اذا بدكم بعطيكم الملفات اذا بدكم بعد ما نخلص بعت لكم اياهم. طيب هي بالنسبه للرسمه هاي. هلا بنفس الفايل هذا هيك في رسمه فيها منحيات كثير بالبدايه طلعت. طيب رح اورجيكم الدائره نشتغلها. ما شو رايك استاذ ناخذ استراحه؟ ناخذ استراحه الصلاه. والله سبحان هلا عم بحكي سبحان الله، شوف قديش باقي العشاء، لسه باقي كثير، خلينا ناخذ استراحه صلاه. طيب بس لأشوف أنا هي الرسم قصدك عليها هاي؟ لا بالبداية يمكن صور رقم 4 كان، لا مو هاي، هيك الدائرة كمان حواليها. استني رسم هاي هاي تمام، ما في مشكلة. بعد استراحة إن شاء الله بنشتغلها. هلا 8:15 على 8:25 إن شاء الله بنرجع مرة ثانية. يا رب.
يا رب. أستاذ بس يا رب. بدي أسألك سؤال صغير بس، تفضل. هل أنا لما برسم الأورجين بالنسبة لمنطقة معينة، إيه اللي غير الأورجين؟ يعني مثلا حطه على النقطة، على نقطة تانية، شو سبب اختلاف الكتلة أو اختلاف ال ها هلا بالنسبة لبرنامج مثل ما قلت لك، هو انت شايف قدامك رسومات وشايف قدامك اشكال، هو بالنسبة له شايفهم علاقات ومعادلات. فهو وقت انت مثلا تعطيه الكثافة، انت هون بتحدد المعدن من هون مثل ما قلنا، بتفوت لعند طبعا انت ما رسمنا، مجرد ما رسمنا نرسم اي شغلة، طبعا انت لازم تبصقها 3 دي لحتى يكون في، هل هيك 2 دي ما في لها اي كتله. طيب بس نبصقها شوي. تمام، هلا بالنسبه ل اذا حددنا المعدن اديت ماتريال، اي معدن ما بهم. تمام، هلا اذا نجي لهون لعند، نعم طيب اللغه، اذا نجي نكتب ماس بروبرتيز او ده هو عند شو اسمه، فهون عطاك الكتله. طبعا الكتله ما راح تختلف، انا قلت لكم الكتله ما بتختلف بالنسبه للاورجين، لكن بيختلف هو مركز العطاله، مركز عطاله هي القطعه. انت عندك قرص مركز عطالته بيقع في نقطه اكساتا صفر وياتا صفر زائد 5. زد ليش زائد 5؟ احنا هاد شو قلنا سمك، اولا هذا جسم متجانس، تجانس يعني انت عندك نقطه الاورجين هون من كل الجهات نفس الثقل نفس الكثافه نفس التوزع. تمام، لكن لانه احنا نقطه الاورجين طلع وين؟ واقعه على الطرف، نقطه الاورجين واقعه على يعني منتصف احد الاوجه، نحن بثقناه بهذا الاتجاه لانه تمام. فشو صار؟ الاكسات صفر والوايات صفر هون يعني، لكن زد 5 ليش؟ لانه هي القطعه، هاي القطعة سماكتها 10، فالمركز العطالي وين بيكون؟ بمنتصف المسافة. عرفت شلون شو قصدي؟ تمام استاذ فهمتني. اما مثلا هلا مثلا اذا جينا عدلناها لهي، شو قلنا له؟ قلنا له بثوق بالاتجاهين، عفوا ميد بلين، هيك قلنا له بثوق الاتجاهين. تمام، 10 10 لهون 10 لهون. هلا رح تكون الاكسات والوايات والزدات صفر. نجي بنجرب، طبعا اذا هي اذا قلت له اذا اشرت على العين شو بيعمل؟ بياخذك لعند مكان ما موجوده هي التعليمه. تمام، اي ماس فورن اترك الفاره، انت فورن بياخذك لعندها بيحط لك سهم. طيب ففتحنا عليها اكسات والوايات والزدات صفر، ليش صفر؟ لانه صارت السماكه، انت عندك نقطه الاورجن صفت من هون 10 ومن هون 10، خلص الزد بالنص والاكس والواي اصلا بالنص. تمام، فاللي بيفرق معك لا مو الكتله، اللي بيفرق معك شو بيفرق معك؟ الاحداثيات سنتر اوف لاين اوف ماس، احداثيات مركز العطاله. تمام، طيب شباب رجعوا ولا جاهزين؟ ماكسون يا yeah. طيب هلا حددنا الفرونت، طيب هلا رح نرسم هاي الرسمه. اول شيء مركز الاوريجين هون، تمام. طبعا انت بعد ما ترسم الرسمه فيك تخلي، انت لازم يكون ما شرط يكون عند مركز الاوريجين، تمام، لكن انت لازم يكون في لك اوريجينك الخاص فيك، لكن يفضل انه يكون نفسه هو اوريجين احداثيات، يفضل يعني يفضل نسبة 99.99%. تمام؟ لأنه مثل ما قلت لكم لازم تكون دقيق جدا، فحص السي اس دبليو اي مسمح لك 1% من الخطأ. يعني قلت لكم أنا أنت عندك كل قطعة سؤالين، سؤال تختار الإجابة الصح من ضمن 4 خيارات، طبعا بيكون الفروقات ما بيناتهم مثل وقت الدكتور بيحط لك كل الإجابات محتملة، أنت تضرب بيحط لك جواب، بتقسم بيحط لك جواب مثلا، وهيك نفس الشيء، فمانا سهلة. الامر الاخر السؤال الثاني بيكون فراغ وبيقول لك يا عبي الاحداثيات اكس واي زد يا حط الكتله،
فمسمح لك بنسبه خطا 1%، بتكون الرسمه جدا مجعلك. يعني هلا هاي رسمه بسيطه تعتبر، بيكون مشطوفه من هون الى زياده من هون الى فبتكون كثير مجعلك. فمركز العطال كثير بيكون وحتى بالاسامبلي بيقول لك كمان بدي مركز عطال كذا قطعه، انت بتجمع كذا قطعه بيعطيك كمان بتجمعهم بيقول لك حدد لي الكتله تبعيته ومركز العطاله. طيب فهلا عندنا هاي مركز العطاله هون او الاوريجين تبعنا هون. طيب هلا نرسم الدائره، هاي ما مساعده، دائره عاديه تمام، رسمناها. دول الخطوط المساعده ما راح ارسمهم كلياتهم، نجي على الديمنشن نقول قديش اعطيني اياها، اعطيني لهون واعطيني 56 قطر، 50 56 قطر. طيب هلا شو بعمل؟ بكفي فقط خط مساعد واحد بكفي. وهلا بقلكم ليش، هلا اذا بتنتبهوا هذا القوس مركزه مارق وين؟ عند الخط المساعد. فانا بيجي لعند قوس برسمه هيك عشوائيا طبعا بالبدايه. طيب هلا شو قال لك هو؟ قال لك يبعد عفوا قال لك يبعد عن شو هون؟ مركزه وين بده يكون؟ على الدائره. نجي نحط مركزه هون، مركز هذا القوس على الدائره تمام؟ ليش؟ لانه طلع اعطيك الخط من هون لهون، معناها مركزه هون على الدائره. هلا انت بمتماثلات كلياتهم، بما انه اعطاك معلومات عن قوس واحد معناها كل شيء طالع لهون، كل شيء هيك هيك شكله، هيك 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 كلياتهم متماثلات تمام؟ عددهم كم واحد؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. طيب فهلا انا بكتفي بواحد بعدين بكرره. وشو كمان قلنا؟ مركز هذا القوس مارق من الخط المساعد، يعني عمودي. يا اما بتقول له بتيجي تحدد علاقه ما بين مركز هذا القوس والخط هذا كونسيدنت، يا اما بتقول له بتيجي لعند الاوريجن وبتقول له بدي اياهم على فيرتيكال واحد، على عمود واحد، نفس الشيء. نفس الشيء. عفوا هلا بس بالنسبه لهي الرسمه، هلا انت بما انك حتعمل لينر يعني مثل انت تعمل شوالت من اللي بالتركي، انه فمو الافضل نحطه على الخط احسن من الاوريجن؟ يعني بما انه إذا فهمت علي ما كثير بتفرق، ما بتفرق ما بتفرق ما بتفرق تماما. هلا اول شيء لازم هذا المركز دائره، صح صار على الدائره بس ليكو حر. انا فهمت عليك فهمت عليك لكن ما بتفرق، العلاقه وحده، العلاقه وحده. ليش؟ لانه هلا هلا انا اللي باثبت لي هذا الكلام، سوق هذا الخط وحركه يمين ويسار ما عاد يتحرك، عفوا هي النقطه، حركه يمين ويسار ما عاد تتحرك. كلمه شوف انك تعمله على فيرتيكال واحد معناها كانك راسم خط مساعد وحاطط مخليه يمرق من الاوريجين من هاي النقطه. الخط اللي بيمر بين نقطتين هو خط واحد، الخط اللي بيمر ما بين نقطتين مستقيم واحد، ما بيمر اكثر من مستقيم ما بين نقطتين تمام. طيب هلا الدليل مثل ما قلت لك انك اذا انت مسكت هاي النقطه وحركت لفوق ولتحت تحرك، لانه ما حددنا، لكن يمين ويسار ما بتحرك تمام. شغله ثانيه بالنسبه لهذا القوس مايل، شيء ما مايل، شو بعمل؟ خلي كمان مركز، هذا مركز دائره حر وين؟ على الدائره، مركز القوس عفوا. فانا شو بخليه؟ على استقامه وحده. فكمان يا اما خلين مركز الدائره مركز القوس والخط المستقيم، يا اما كمان بعمله شو؟ فيرتيكال مع الاوريجين، او فيرتيكال مع هي النقطه مع مركز القوس تمام، او يا هيك يا هيك يا هيك، المهم انه يكونوا على استقامه واحده. طيب انا هلا حددت هدول على استقامه واحده، قديش الطول هون؟ نصف قطر عفوا، 5. هلا شو صار باللون الاسود؟ خلاص هلا منين ما مسكته كيف ما حركته؟ لا لسه في هون. طيب طيب هلا هون هذا راح يتحدد بعد ما نرسم القوس اللي بعده. هلا القوس اللي بعده طلعوا هاد القوس 5 وهاد كمان 5، يعني هذا 5 اللي طالع لفوق 5 واللي نازل واللي فايت لجوا 5. طيب هي الزاويه 30، عفوا الزاويه ما بين هذا الـ هذا الـ هذا الـ الخط وهذا الخط الافقي 30. طيب اذا انا رسمت خط مثل هاد لكن بمر من هذا من مركز هذا القوس اللي نازل لتحت، قديش راح تكون الزاويه؟ حتما 15. 15 تمام.
فأنا هلا شو بعمل؟ بيجي لعند قوس مساعد، برسم خط مساعد، قل له بدي الزاوية 15. على فكرة هي أحد الطرق، هلا بورجيكم كمان طريقة ثانية بس هي أدق، اللي بتعتمد على الخطوط المساعدة أدق. هلا شو بعمل؟ بيجي برسم هون خط، هلا رح تشوف إنه هذا القوس ما عاد يتحرك. نفس الشيء شو بعمل؟ هذا المركز بحطه هون مع هذا الخط، طبعا لهون ما عاد فيني اعمل فيرتيكال مع الـ مع الاوريجين. ليش؟ لانه مو فيرتيكال، هذا مايل. فشو كلياته مع الخط، تمام؟ وبيجي لعند هذا الخط، هذا القوس وهذا القوس، كنترول تانجنت، تمام؟ وبحدد وين بس تطلع، ها هذا مركز القوس مع الخط كمان كونسيدنت، وبحدد اخر شيء نصف قطر القوس 5. هلا صار اسود، هلا شو بعمل؟ بكرر هذا الخط، هذا القوس بكرره سيركولر قديش؟ 12 مره. حاول اصلا لحاله اخذ الاوريجين، تمام؟ لحاله اخذ نقطه الاوريجين، تمام؟ ف 12 مره. وهلا بيجي بكرر هذا القوس، وانا حاطط 12 انه هذا مكرر 12 مره، هي معناها هي 12، هي مو طول. طيب بالنسبة لهي كمان سيركولار، كمان 12 مرة. هلا اولا شو اللي صار؟ هي بما انه صارت الرسمة باللون الرمادي معناها تسكر، تمام؟ فالعلاقة ما بين هلا هون العلاقة ما بين هذا القوس وهذا القوس علاقة تانجنت، علاقة مماس، تماس. ليش؟ لأنه بالأساس هن مكررات مثل هي، يعني العلاقة ما بين هي وهي نفسها، تمام؟ بيكرر الشكل مع علاقاته، مع أبعاده، مع كل شيء فيه، مع كل شيء بخصه. فلذلك وقت كررت هذا 12 وهذا 12 تسكرت الرسمة. ليش صارت هون رمادي؟ تسكرت الرسمة، تمام؟ فهي هي الرسمة بكل بساطة. في طريقة ثانية رح أحكيكم عليها. في طريقة ثانية، خليني آخذ بارت جديد عشان استعمل كمان الأوريجين. طبعا في طرق كثير، مو بس هدول الطريقتين. اول شيء الدائره، طبعا راح استعجل شوي. سمارت ديمنشن 50 56، نجي لعند الخط المساعد هذا، عامله فور كونستركشن، نجي لعند هذا القوس هلا بدي شوي القياسات. هلا شو بعمل؟ انا حددت شو حددت؟ هلا بجي بكرر هذا، لكن هديك ادق، قلت لكم انه هديك ادق. هلا اول شيء بقول لك عم بكرر حوالي شو؟ حوالي هاي النقطة. كم واحد؟ يعني بدك تكرر هذا السكتش او هذا القوس كم مرة؟ 12 مرة. طيب هلا كررته انا. هلا شو بعمل؟ بعد ما كررت اول خط بيجي برسم الثاني من هون، بدون ما احدد شو؟ بدون ما احدد الخط المساعد، احنا شو قلنا من شوي؟ الزاوية بين هذا وهذا 30، معناها إذا أنا رسمت خط بمر من مركز هذا القوس رح يكون 15 الزاوية. فعلى أساس رسمت 15 لهون وكررته بعدها. طيب إذا أنا هي ما فطنت لها، ما فطنت فيها، شو بعمل؟ أنا هي متأكد منها، مارق إن مركز الدائرة مارق من هون، مركز القوس عفوا، ومركز محيط القوس مارق من هون، تمام؟ فأنا رسمته وكررته، هلا شو بعمل؟ بيجي لهون بقول له تانجنت، بيجي لهون مع هذا القوس كمان تانجنت، ولكن شو راح يصير؟ راح تتخرط الرسمه.
فلازم شو اعمل من الطرف الاخر كمان اعمل اظن هم ما في داعي هيك واحد يكفي واحد يكفي للرسمه تمام طيب وبدي احدد شو القطره لها انها 5 ليش لانه القوس اللي داخل هيك انا عرفان هذا القوس هذا انا عرفان انه مركزه على الدائره لكن المقلوب ماني عرفان مركزه وين ما بقدر احدده تمام هل ممكن هو كان بيريحني طبعا هاي كان بيريحني مثلا وبيقول لي بيعطيني بعد ما بين مركز القوس والخط هذا مثلا فخلص كان بيريحني لكن وعلى فكره هي 66 لا تدخلوها لانه اذا حاولنا ندخلها رح يقول لي ممكن هلا ما يقول لي خطا قال لي خطا رح يقول لي خطا ليش انه انا اصلا حدد له مظبط له وعال عال طيب فهلا شو عملنا هلا صار القوس هذا المايل باللون شو باللون الاسود طيب و fully defined طيب هلا شو بعمل كرره سيركولر قول هون 12 كمان تمت تمام طيب هاي الطريقه اولا ما في دقيقه ثانيا فيها خطوره انك انت مجرد انت وقت كررته انت الـ ما مثبت يعني شلون بدي اقول لك اذا انتبهتوا الاقواس اللي هون انزحت شوي لجوا شوي بسيط ليش؟ لاني انا ما كبرت القوس يعني خليت الابعاد هيك شوي قريبه يعني كان قطره 5.12 وقت رسمته اما اذا انت رسمته مثلا افترضنا يعني هي الرسمه ما كثير دقيقه هلا هيك صارت دقيقه ليش؟ لاني انا هون حددت انه هذول شايفين هذا القوس حددته بالطرف الثاني لازم احدد قوس من هذا الطرف وقوس من الطرف الثاني خلاص مش الحال تمام عشان يصيروا كلياتهم على دائره ام وحده فهي الرسمه تركم اياها بطريقتين فاذا عندكم رسمه ثانيه خلونا نرسمها طيب نشوف النوع الثاني من الوظائف اذا بنشوف النوع الثاني من الوظائف استاذ فيها اللي كنت عم تعمل قلت لي عليها الثمانية يا الثمانية كانت خليني بس كمان طيب ثواني دونت سيف انه صاير اصلج مخه خالص حاول ما كثير هلا انا مضطر لانه اثناء الدرس لكن انت حاول كل شوي تحفظ ما تخلي كثير الرام هو شو هو الشغلات اللي ما محفوظه بس انت صدق عم تشتغل عليها فشوي بتعب الرام اذا انت خليته مجهد هاي الرسمه صح؟ انا هي ترى حاطه ببالي بدي ارسمها هي قصدك لا مو هاي استاذ في وحده بتشبهها كثير بس هاي استاذ اللي بعت لك بالضبط اي كمان هذيك على هي صراحة كثير يعني يا اما هي كثير صعبة يا اما فيها غلط او مهند انت قلت لي على هي الرسمة؟ ايه نفسها استاذ نفسها طيب ما في مشكلة الحين وين مشكلتي من تحت عم تصير هي المشكلة من تحت هذا اللي زاوية 10 هي اللي عم تصير انا دلوقتي. نفس الشيء طيب ما في مشكلة هلا 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 بشوف خليني بعد شوي طيب هيك كويسه طيب هلا نحن حاليا خلينا هون تحت هلا اول شيء نحن نقطه الاوريجين انا بدي اعتمدها هاي هون ليش طيب انه حكينا انه اكثر علاقات مبنيه مع النقطه هاي هاي الزاويه 15 هاي الزاويه 30 هذا القطر مركز لهي الدائره وهي الدائره ففي كثير علاقات فانا راح اعتمد هاي اول شيء راح ارسم شو رح ارسم هاي الدائره وهي الدائره اللي فوقها واعطيهم علاقات ديمنشن هاي الدائره شو عاطيني ار 20 معناها 20 نجمه 2 يعني ضرب 2 تمام انا ما بحسب لا يعني ما بتعرف حالي هلا هي واضحه انه 40 بس ممكن تكون ارقام شوي صعبه تمام طيب هي اعطيك اياها قطر 70 فانتبهوا عليها الفرق ما بين قطر ونصف القطر طيب بالبدايه شو عندنا هون؟ عندنا هون خطوط مساعده نرسم هيك وهيك هون لفوق
لهون. طيب هذا for construction وهذا for construction. طيب هلا عندنا قوس من هون. أنا أول شيء بحاول أحكي الرسم، لكن شو بعدين عندنا القوس هذا بينتهي هون. طيب أول شيء هذا القوس مع الدائرة تانجنت، والقوس هذا مع هذا الخط كمان تانجنت. طيب هلا شو باقي نحدد نصف قطر هذا القوس حتى يصير أسود، والله أعلم هيك لازم صار أسود. تمام هلا هذا القوس خاص ما عاد يتحرك ابدا، صار شيء مرجعي ثابت. طيب حددته بثلاث شغلات، نقطة البداية نقطة النهاية ونصف القطر. طيب هلا في عندي خط، ليش عندي خط؟ لأنه أولا الزاوية هي 30 ما بتصير إلا بين خطين. أنتم بحياتكم شفتوا زاوية ما بين قوسين؟ ما في أي يعني الزاوية مع أي نقطة. القوس عبارة عن نقاط مجتمعة، الدائرة عدد لا منتهي من شو؟ من الخطوط الصغيرة جدا، أو فينا نقول نقاط، خلينا نقول يعني عمليا النقاط. فطالما أعطاك زاوية ما بين خطين معناها هدول خطين مستقيمين، تمام؟ لازم يكونوا مستقيمين. هلا هو ما أعطاني أطوالهم، لكن أنا هلا بنشوف كيف راح نتحكم بأطوالهم. هلا عندي قوس هون، بعد عندي خط ثاني لأنه أعطيني كمان زاوية. هلا عندي هون قوس، وعندي هلا هون خط. هلا علاقة ما بين هذا الخط وهذا الخط 30، تمام. هلا أول شيء أنا برأيي حددوا العلاقات قبل ما تحددوا الأطوال. هاد تانجنت، هاد مع هذا الخط تانجنت، هون تانجنت، هاد تانجنت، تمام. هلا يجي لهون 20، هاي 6، هي ما بعرف قديش، لكن هلا بنشوف هون. بس خليني ارسم هاد، بعده طيب هلا بدي اشتغل شوي هون. بس تسمح لي مقاطعة، عملت يمكن ضغط شغلي عكسته بسرعة، أحيانا بتعذبنا شوي بالعكس الأرك، عملت شغلي انت يمكن ما فهمت شلون اخر ارك رسمته استاذ كان بالعكس، ام فجاه زبط معك؟ هل انه في شيء عملته ولا هلا هذا مع انه طويل شوي؟ هلا الان شو عملت هيك؟ هلا هيك هيك قصدك كان هيك، بس تاخذه لهون ولهون هيك قصدك انت؟ عفوا استاذ، ايه بالضبط، انه ضغط تمام. بعدين غير جهته، ما ممكن هو يكون يعني من البرنامج عم بيعالج فقط ما اكثر. لا انا اخترت الجهه الصح، وممكن يكون الزوم فرق يمكن بينج بيناتنا او تمام احتمال. طيب هلا هون كمان تانجنت. طيب هلا هلا عندي هون تحديد، عندي هون تحديد، طلع هون شو عاطيني هون؟ أعطيني أنا بيجي لهون ميد بوينت لاين، تمام؟ بيجي لهون بحدد خط، أو أبلى عند هاي النقطة بطلع خط عمودي، تمام؟ خليه فور كونستركشن، هذا الخط العمودي، الخط العمودي مع هذا الخط المايل فيهم درجة 7، طيب هي النقطة الأولى. النقطة الثانية هاد، أو خلينا نحدد هي النقطة، هذا الخط هو عاطيني إنه هذا الخط، هذا الخط مع هذا الخط المساعد أو الأوريجين، خلينا مع الأوريجين، قديش؟ 90. منحنيات كثير بصير فيها أخطاء، كثير كثير، لأنه حكينا من شوي
الفرق بينه وبين المستقيم. طيب استاذ هلا عفوا بس امر اخر شو عاطيني؟ عاطيني امتداد هي، امتداد هذا الضلع مع امتداد هذا الضلع بيتقاطعوا بنقطه واحده، تمام؟ تعالوا نشوف شلون، شو قصدي؟ شو بعمل؟ بيجي لعند هذا الضلع، طبعا انا هون شو عم بعمل؟ ميد بوينت لاين، تمام هيك، هذا منطبق عليه تماما. او في طريقه ثانيه، طريقه ثانيه شو بعمل؟ بيجي لعند السنتر لاين، بعمله من هون، لكن شو بعمل؟ شو بقول له؟ حدد علاقه ما بيناتهم انه يكونوا شو؟ كولينير، تمام؟ يعني يكونوا استمرار، شو كان في العربي؟ استمرارية مسار يعني، أو متسامتة أو على استقامة واحدة، هاي هي أول فينا العربي. طيب بس ثواني تروح ال روح الكنترول. طيب استاذ عفوا، هو قبل ما اعمل انا الارك، لو انا منزل الخطين وبعدين حطيت الارك مو افضل هو او عملت فيلت؟ بصير بصير، انا بالنسبه لي بكمله وبعمل فيلت، بحب الفيلت اكثر. بصير بصير اتركوا، انا ما في اي مشكله، ما في اي مشكله. هل انتم شايفين هذا الشيء اللي طلع لي بالاصفر؟ انه انا عندي خط بدك اياه على استقامته، بدك اياه عمودي عليه من هالطرف ولا عمودي عليه من هالطرف ولا منطبق عليه؟ فطلع لي اربع خيارات، هو حس علي انا شو بدي اعمل، هو حس علي انا شو بدي اعمل، عرفت شلون؟ طيب انا هلا حطيته هون، والله هالسوليد ما له سهل، هالسوليد ما له سهل بحس. طبعا طبعا طبعا. هلا انا شو بعمل هون؟ ميرج، فشو رجعوا اثنيناتهم لنقطه واحده. هلا هي الميرج، هي الميرج طبعا ما راح تنزح معي، ما راح تنزح معي، ما راح تنطبق على هذا الخط. ليش؟ لانه بالاساس هاد في سبع درجات. هلا اذا انا مطيته شوي لهذا ما عاد ينمط. طيب هلا في شغله هون ما كثير واضحه بالرسمه هون، هل ال 90 هي، ممكن اغلبكم اخطا بهي النقطه، هل ال 90 هي ما بين، هي لهي النقطه عفوا، هي ال 90 مو لهذا الخط، هي 90 هي لهي النقطة مشتركة، شفتوها؟ هي المشتركة اللي أنا صنعتها، مو مع الخط، تمام؟ فهي 90. طيب لسه ما تحددت لأنه لسه ما كفيت باقي الرسمة. هلا هون شو قلنا؟ رح أرجع هيك كويس. هلا رح ارجع لهون. هلا شو عندنا هون؟ عندنا خط عادي. لا لا، خليك حر، خليك حر، خليك حر، خليك حر، تمام؟ لانه هاي درجه 10. طيب هلا شو بعمل انا؟ مثل ما انتم حكيتوا، ممكن انا شو اعمل؟ جيب خط خليه افقي تحته بشوي، تحته بشيء بسيط، خليه افقي. بعدين شو اعمل؟ رسم خط من هون ها، شايفين هون حط لي اياها انه هدول استمراريه لبعضهم، تمام؟ فيني اعمل هيك، فيني اقول له هذا الخط مع هذا الخط قديش انه 10 هون، و هذا الخط مع هذا القوس تانجنت، هذا القوس قديش انه 10، هذا القوس قديش انه 180. هلا شو عندنا بعده؟ عندنا بعده بس طالع لك خطوط صفر، معناها ان احنا اي شيء اصفر انت وافقت عليه معناها رح يتنفذ، رح يصير علاقه قائمه، فبعد عنه وخلي رسمتك حره قدر الامكان، تمام؟ لانه ما رح تقدر تعدل بعدها، هيعطيك اخطاء.
فهلا هون عندنا تانجنت، واحنا هون شو عندنا هلا؟ قوس ثاني بلش من هون ينتهي عند الرسمة عند الدائرة، بعد عن خطوط الصفر كلها. هذا القوس معي الدائرة اللي تانجنت. استاذ مو 15 درجة هو ال... وين؟ هذا القوس اللي على اليمين نهايته مو 15؟ صحيح صحيح. هلا هلا نثبته، لسه لسه ما حددنا. ما خلصت بس الفكرة، هذا يعتبر يعني رسمة تعتبر جدا جيدة، مثال جدا قوي وجيد وحلو. هلا هون مع هون تانجنت هاي قديش؟ أربعة. ما شو صار؟ قديش؟ 110. هلا عندنا هون عندنا ثواني بس نصنع هذا هون عندي خط من هون لهون، هو عبارة عن مماس عفوا مو مماس بعد كثير. طيب خلينا نحدد طول، طول هون هلا حددنا النقطة تمام، بس لسه ما تحددت عندك البعد. هاد هاد الخط اللي نازل من عند الأوريجين، هاد قصدوا عليه تمام. فالبعد بين هي النقطة وهاد الخط 65 تمام. بنعملها او هذا الخط نسحبه على الاخير، خلينا هيك عشان توضح الرسمه قدامنا تمام. البعد ما بين لنا هي النقطه وهذا الخط قديش؟ 60 65 ليش ليش رجعت لورا؟ في علاقة حطيناها زيادة. في علاقة حطيناها زيادة، ثواني. استاذ هي ال 65 اللي قصرتها كانت طويلة، قبل ما تسويها 65 أنا برأيي أتقيد الخط مشان بس يرجع يرجع كل شيء معه. تقف له مع القطع طيب. البقية. لهون لساتها حرة كثير، أنت قصدك هيك هون. لسه لسه في تقييد هون، ثواني شوي. والساس كمان النقص انا حسيته مو بس تحت، حسيت يعني اذا ماني غلطان في نقص فوق اليسار بالضبط هون بهالمنطقه. ثواني هذا هو النقص، خط من هون تقول له تعطيه زاويه 30 تقول له يكون هذا استمراريه لهذا. ما زبطت طيب استاذ بدك تمحي الزاوية 30 هذيك يمكن الثانية. طيب نجرب اوكي. زبطت تمام. طيب هلا صفى لهون اسود، بلش الازرق من هون، هلا هي ما عم تتحرك. طيب ليش معنا اسود؟ طيب
هلا نص الرسم الأسود تمام، تحددت هون خالص، حال حركنا ما تحرك. طيب هلا وهذا أسود كمان، هلا الشغل هون معناها. طيب هلا في شغلة، هاد خلينا نحدد هاد بالأول، من هون لهون قديش كاتب؟ 30. كتير مطولة. خذ الرسم خالص لهون. طيب في شغلة قبلها هون، هون في شغلة قبل لازم نقيدها. ايش قيدناها؟ انه العشرة. ليش ما اخذها؟ اه في 10. طيب شو هاي النقطة؟ ايش هاي النقطة؟ هاي النقطة غلط. Sketch endpoint. Endpoints cannot be deleted unless the endpoint is a strict point of care. طيب. أستاذ الأركان اللي هم 6R و10R بيناتهم الخط ما عطينا طوله. هو عطيك فوق على اليسار. هاد؟ أستاذ الخط هذا. لأن إحنا رسمناه وعطيناه طوله وثبتناه. هاد أصدق. نعم. هذا ما اعطيك طوله لكن صار اسود تحدد. ليش تحدد؟ انه اعطيك علاقات تحصره. دائما الخط المحصور ما بين قطعتين معطيك معلوماتهم، على الاغلب ما بيعطيك طوله، على الاغلب 90% ما بيعطيك طوله، انه ليك اصلا صار لونه اسود خلاص تحدد. عرفت شلون؟ هلا الفكره هون انه نحن ثواني شوي، انا مشوي وكنت عم اشتغل قبل الدرس طلعت معي وسلم، ما بعرف كانه في علاقه ضايفينها زياده او استاذ لا زعملنا نحن اخر الدائره مع نهايه الكورس زعملناه هوريزونتال بيش الحال ولا هون كويس هون بس هون استاذ بعد اذنك هذا الازرق الخط الاخير اعمله ما مسمع الدائره منين يشيل هذا الخط هذا الخط اعمله ما مسمع الدائره اي دائره القوس الصغير اخر قوس واخر خط اعمله تماس مع بعض اخر قوس اصغر قوس واخر خط الصغير بس ثواني لهون هذا فون تمام هاد كيف يكون قريب هيك تمام هلا هاد بس ثواني شوي لهذا مماس بين هاي وبين هاي تمام هلا الخط لازم يكون طالع من هون هلا هاي من الخط هيك تمام هذا خط مساعد من تحت هلا نجي لهون خلينا بس أو هذا المنحني نرسمه آخر شيء بعد ما نحدد نحكره يعني تمام هاي 10 تمام قديش طوله من هون لهون 30 خلاص حددنا من هون لهون 30 هلا الفكرة وين؟ الفكرة إني أنا لازم يصيروا هدول باللون الأسود تمام لهو على هو ما بين بالرسمة أصغر من هيك تمام بين انه اصغر من هيك طيب هلا هي الزاويه 10 ما بتختلف سواء انت طلعت بالخط او نزلت فيه ما في مشكله شو اللي بيحدد طيب استاذ اعطيني امكان بعد هذا الخط هذا كثير قريب اعطيني امكان ياشر بالمؤشر ما عندي اذا سمحت تفضل طيب شو بدي اطلب ما بعرف منين والله فصل انا اتعلم هالشغله مني منين اطلب ريموت كنترول محمد طويل تفضل ايوه صار فيني ارسم من عندي هلا هيك لازم هلا ما بعرف ما عم هلا شايفين الماوس تبعي لا هو نفس الماوس لازم يكون انا اعطيك اياه الاذن انت وافقت ما بعرف اذا وافقت ها تمام هلا تحرك مشي الحال طيب هلا هون انا اذا بدي ارسم اذا رسمت خط اذا من هون
طيب هاي سنتر لاين، اذا رسمت من هون مماس لهون انتهى، ورجعت كمان اخذت سنتر لاين. تسكر هلا. تمام، بدي مره ثانيه كمان من هون اخذ على نفس النقطه هاي. طيب هلا الخط الاول بدي اياه يكون مماس للدائره الصغيره، والخط الثاني بدي اياه يكون استمراريه لهذا الخط تبع العشرة. اتوقع هيك بيمشي الحال. هلا انا هاي تمام. هلا انا هذا الشيء ساويته من شوي، لكن ثواني. لا اتوقع ما كنت حاطتهم مماس من شوي، مشان هيك كانوا يتحركوا. حطيت بالاول مماس، لكن وقت كان في القوس هذا. ثواني شوي مشان الكنترول بس. خلي طيب تاخذ الكنترول تفضل. بس ثواني، انه عندي كثير شو اسمه، عندي كثير تمام مشي حالك. انه لا صارت رمادي انه طلعنا من سكتش. طيب هلا الفكره وين؟ اول شيء هذا فور كونستراكشن. فكرة انا فهمت عليك. نعملته مماس من شوي، لكن لانه كان في القوس هداك، كان في المنحنى هداك، ما زبطت. طيب هلا يا رب 65 هذاك القوس، هذاك منحنى هلا صاروا اسود كلهم. تمام، وقت كان في منحنى هون ما كان عم يزبط. هلا شو بنعمل؟ نجي منحنى من هون لهون، فلازم المنحنى اخر شيء نتركه يتحدد. هلا بيتحدد منحنى، مجرد ما قلت له هذا القوس مماس مع هذا المنحنى تانجنت، جيت تمام. ارجع هذا منحني مع هذا على فكرة هذا ما منحني مع هذا. تمام، طيب لسه هدول بالأزرق، لحد الآن بالأزرق، لازم نلاقي علاقة. هل هي هاي؟ أي ما لها طعمة، أي ما بتحدد شيء. طيب الصراحة ما بعرف بالرسمة، في شغلة لسه ناقصة. يا استاذ القطر لا والله حاطه 180 مضبوط، حاطه 180. هلا هو حددت البداية، لكن شوف هاي حرة من هون، هاي النقطة هي الوحيدة اللي لساتها حرة بالرسمة كلها ثابتة وبالأسود إلا هالنقطة هي حرة. هو احتمال استاذ ما بعرف تكون مع الدائرة، يمكن شلون؟ يمكن تكون مع آخر الدائرة، تكون هوريزونتال أو شيء مع هاي الدائرة أصدق؟ يعني هذا القوس ايه. مع الدائرة هاي شو بون؟ ايه انه اذا بتحط النقطة اللي بآخر الدائرة السبعين مع هاي النقطة بتحطهم هوريزنتال على استقامة واحدة بشي اسمه، خلص بيمشي الحال. يمكن لا، هلا اذا حطينا هاد مماس مع هاد رح يلزق فيه، يلزق فيه مو مماس على نفس الاستقامة. شو على نفس الاستقامة يعني؟ ممكن استاذ يكون في نقص بالرسمه. هو والله اعلم يعني، شلون بدي اقول لك مو نقص. الاحيان في بعض التوتوريالز بيكون تاركينها هاي لشو، هاي والله اعلم ممكن تكون جناح من طائره، او جناح عفوا من طائره من محرك او شيء، يعني قطعه بقلب اله معينه. فبعض الاطوال احنا بتركوها حره للتجريب، يعني هاي بتحدد عرض الجناح تقريبا فيك تقول، او عرض النصله. فاحيانا بتركوها للتجريب، بس ما اعرف. خلينا نفكر اذا بدنا نحددها. طيب خلينا نفكر اذا بدنا نحددها هلا، هاي هذا الخط مع هذا المنحني مستحيل يكونوا على مماس، لانه اذا كانوا على مماس رح مثل ما شفنا من شوي طلعوا شلون، رح تروح القوس اخر الدنيا، شايف؟ رح تخرب كلها، فاكيد مو مماس. هلا هم مماس تمام، ما اختلفنا، بس هي النقطه هي المتحركه هي. استاذ عفوا لازم شو يعمل هلا؟ شوف اذا بدنا نحدد هذا الطول،
ولنفترض 40-42 صار كله أسود، شايفين؟ لازم نحدد طول هاي القطعة، خلاص صار كله أسود. استاذ ما حددت القطعة بس إنه عفوا لازم تحدد. تفضل أعطيك مين المتكلم، مهند؟ إيه تفضل استاذ. هاي النقطة مع هاي، لا هي هي مو نقطة، مع الخط. إيه تمام، مع النقطة نفسها اللي هون لازم يكون في نقطة عند ال. طيب مع الخط نفس الشيء، ما هو الخط مارق من النقطة. هو أنا إذا بحطهم هوريزنتال مع... لا هي بدي إياها تكون نقطة، أنا مشان نحطهم على نفس الاستقامة بيطلع. شو عرفك أنت، أنت شو عرفك إنه هي النقطة مع هي النقطة على نفس الاستقامة؟ من رسمي أصلاً. هي هذا قصدي، إن الرسم يمكن ناقصة مشان هيك أو. ما ناقصة، مو هيك. هلا شوف، هلا أنت بس ثواني شوي. بالنسبة للعلاقات الرياضية لازم تكون دقيق. أنت شو عرفك؟ أنا فهمت عليك، أنت شو عرفك هي النقطة على نفس الاستقامة مع هي النقطة اللي هون؟ ما مبينه، وحتى لا انت بالنظر مبينه انه مو على نفس الاستقامه. ليش؟ تعال اعمل لك كان على نفس الاستقامه. هلا ما عاد اقدر اعمل شيء، انه مجرد ما غيرت شيء راح يقول لك، راح يعطيك خطا احمر. طيب خلينا نساويه حره مره ثانيه. انت قصدك هي النقطه مع هي النقطه اللي هون، هي بتطلع معك بدك هيك تم عم تحرك، او اذا ما طلعت معك شو بدكم تعملوا؟ بوينت هون حطه هون، خلاص تريح حالك. قصدك هاي النقطة مع هاي النقطة صح؟ مع نفس طيب. الاستقامة. طب شو عرفك انت؟ حتى لك بالرسمة هي كبرت، بعدت عنا، هي صارت بالأسواق، حتى مبين انه هاي المسافة كتير قريبة. لا، الفكرة انه انت تحدد طول هاي القطعة، مجرد ما حدد طول هاي القطعة خلاص. لا هو ما عطينا اياها، بس لازم يكون في طول معين، وليكن مثل ما قلنا 40-42 مثلا، خلاص حددت. على كل حال، على كل حال في فكرة بالنسبة للمنحنيات. هلأ نرجع نعيد مرة تانية. بالنسبة للخطين يا شباب، شو اللي بيحدد، شو اللي بيخليني الخط fully defined؟ شو هو، شو هن العلاقات المطلوبة مشان يكون الخط fully defined؟ محصور. هلأ يا أما لازم، يا أما لازم أعرف يتحدد بنقطتين أو يتحدد بنقطة و نقطة زاوية. ايوه زاوية، نعم ميلو يعني طوله. تمام معناها يا اما ميلو ونقطة البداية والنهاية، تمام، يا اما شو اسمه يكون محصور ما بين قطعتين مثل ما قلنا. طيب بالنسبة للكيرف، قلنا الكيرف او عفوا مو الكيرف، الارك، الكيرف لانه غير الارك. الارك اللي هو جزء من محيط دائرة، يعني انت عندك دائرة ما مبينة، انت اخذ منها قسم من المحيط قاصه. طيب هذا القسم من المحيط بدك النقطه الاولى والنقطه الثانيه تبعيت المحيط، وعندك مركز المحيط. هلا انت بتسحبه هيك وهيك، هذا بيكون على استقامه واحده مع شو، مع مركز الدائره الام، الدائره الاساسيه. يعني خليني بس اشرح بشكل واضح. هذا انت عندك قوس، طلعه. انت عندك هون ثلاث انواع للقوس، احنا اخذنا اخر واحد، هنك لاتهم نفس المبدأ تقريبا. عندك هاي النقطة الأولى، حددت شو النقطة الستارت تبعيد الارك. النقطة الثانية شو هي؟ الان. طيب النقطة الثالثة انت شو تحدد هون؟ عم تحدد انت ما تحدد هون المركز، لكن لأنك انت عم تحدد، انت عندك أربع نقاط. عندك مثل ما شايفين هاي نقطة، واحد اثنين ثلاثة، هاي وينها بس تطلع، ما عاد طلعت، ما عاد طلعت. طيب اللي هي هون، هاي نقطة رقم ثلاثة، وعندك مركز ال شو اسمه، عندك مركز القوس، تمام. فأنت عندك هالك طلعت، هاي تمام. هاي النقطة شو هي النقطة؟ هاي الجنبة اللي مثل المعين، هاي نقطة الاستقامة تبعيد شو، على استقامة واحدة مع المركز. عرفت شلون؟ يعني ما شرط يكون، ليش؟ لأنه قلنا القوس هو مقتطع من محيط الدائرة، طب بجوز يكون من هون، من هون، من هون، من هون، من هون، من هون. فبيكون هاي أنت عندك الدائرة الأم، رح أورجيكم أنا شو قصدي.
هاي الدائرة الأم المقتطع منها، خلينا نعمل for construction. هاي الدائرة الأم المقتطع منها شو؟ القوس هذا، تمام؟ هلأ هذا مركز الدائرة والقوس، الدائرة الأم والقوس، تمام؟ طيب أنت عندك هون هذا محيط القوس، مركز محيط القوس، لكن هاي النقطة المعين ما عاد تطلع لأنه صار في دائرة وقوس. اللي طلعت من شوي المعين اللي كان جنب هاي، هذا هاي النقطة هي على استقامة واحدة عموديا مع شو؟ مع مركز القوس، لكن مركز محيط القوس هون. بجوز هاد مركز محيط القوس يكون هون، زحوا هيك وانت بدك تزح هون وهون، تمام؟ شايفين؟ فالارك ممكن يكون من اي جزء من الدائرة، من محيط الدائرة. فبس هاي الفكرة اللي بدي وصلكم اياها. فلازم نحدد النقطة الأولى، النقطة الثانية، المركز أو مركز المحيط، تمام؟ يعني يا هاي يا هاي. طيب أو شو بعمل؟ مثلنا هون شو عملنا هون؟ هون شو عملنا؟ قلنا إنه هاد الأرك على تماس مع شو؟ مع الدائرة، وعلى تماس مع هذا الخط اللي هو شو؟ أفقي. وحددنا نصف قطره، خلاص انتهت القصة، صار محشور ما بيناتهم، صار في عندك ارك احتمال وحيد لارك وحيد يكون بهالمواصفات هاي. خلاص هو السوليد شو بده؟ يعني انت لازم تكون، ما شرط انت تكون حافظ قوانين الهندسه تماما، لكن لا، هل ان اللي لاحظته من خلال وقت نحن تناقشنا اغلبكم براسه شو؟ مبادئ الهندسه. لازم تكون هيك. انا في كثير حتى منكم مثلا، حتى في كثير تواصلوا معي ويسألوني طب أنا لازم يكون عندي مثلا مواصفات معينة، أنا شو أقول له؟ لا، بكفي أنك أنت تكون طالب جامعي لحتى تكون مريت على هالمفاهيم هاي ما أكثر. يعني كيف بنحدد قطعة مستقيمة، كيف بنحدد آر، كيف بنحدد شو هو المماس وهكذا. فشايفين لازم الرسمة اللي بهمني أنا، الملاحظة بعتها على جروب شوفوها، اللي بهمني انه اول شيء ما تنسوا تستخدموا، انا شايفين كل استخدام كان سمارت ديمنشن، ما اكتفيت فقط باني اكتب طول القطعه او محيطها هون او نصف قطره هون، ما بكفي، هذا ما ثابت. هذا اولا. ثانيا لازم تكون رسمه كلها بالاسود وتكون فولي ديفاين. احيانا ممكن تكون قطعه واحده ما لها فولي ديفاين، ما شفناها لهون، هدول القطعتين تموا بالازرق لاخر شيء لحتى حددتها انا، فلازم تبحث عن علاقه غائبه، تمام؟ الامر الاخير انتبهوا ما بين الار والقطر، ما بين القطر. الامر اللي بعده لازم كيف ما سحبت الرسمه تبقى ثابته، كيف ما سحبت الرسمه من اي نقطه تبقى ثابته، تمام؟ فالحمد لله اليوم الرسمات اللي رسمناها حلوات. احاطوا باغلب اوامر السكتش واغلب اوامر ال2 دي. ان شاء الله لهم بنخلص درس اخر درس بال2 دي. مثل ما حكيت الدرس القادم الخميس بعد بكره رح نبدا بال3 دي، رح نبدا بالفيتشرز، تمام؟ طبعا اوامر الفيتشرز شوي كثيره، رح نكون فيهم شوي شوي، تمام؟ يعني ممكن بالبدايه ناخذ فقط هالخمس اوامر هدول، الاكسترود الريفول واللوفتد والباوندري والسويبت، تمام؟ بعدين ممكن ننتقل لاوامر بعدها. طبعا تقريبا رح يستمر معنا ال 3 دي او الفيتشرز رح يستمر معنا تقريبا اسبوعين ونص او لحد 3 اسابيع تقريبا. رح نشتغل تمارين عمليه، مثلا اخذنا هذا الجزء رح نستخدم الدرس اللي بعده، رح نعمل تمارين عمليه عليهم وهكذا. كل جزء يعني تقريبا 3 اجزاء، كل جزء رح يكون درس لشرح الاوامر والملاحظات والهش، لانه الملاحظات انا بالنسبه لي اهم شيء، اهم من الرسم، اهم من كل شيء. بعدها رح ناخذ تمارين، الدرس اللي بعده رح يكون تمارين عمليه على هدول الاوامر. تقريبا انا المخطط اللي ببالي قسم 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 3 اقسام، تمام؟ طبعا رح نحكي عن الريفرنس والكيرفز بوقتها ان شاء الله. بعدها رح ننتقل لموضوع السيرفيسز، نحكي عنه تقريبا درسين او 3، نسيت قديش كان محطوط له. بعدين موضوع السيموليشن وموضوع الاسمبلي، عفوا قبل السيرفيسز، الاسمبلي كيفيه التجميع والمونتاج. بعدين عمليه السيرفيسز والسيموليشن والموشن اللي هو بيكون من تحت. ثواني بستزح الهي، يكون بهذا المكان موشن ستدي، تمام؟ كيف بنعمل تحريك و بنحرك القطعه. ثواني شوي، انا عندي كثير غير اللي ظاهر عندكم، عندي كثير اوامر هون. طيب فان شاء الله الدوره راح تمشي بهذا النسق باذن الله تعالى.
الدرس القادم راح نبدا بال 3 دي، راح ال 3 دي راح يكون تدريب عملي لل 2 دي وتدريب عملي لل 3 دي، لانه ال 3 دي بينطلق من رسم ال 2 دي، انت بعد ما ترسم سكتش بتنفذ عليه اوامر 3 دي. فاللي بدي اياه منكم في كلكم تدخلوا على الكلاس روم جوجل، في ملف رفعته اليوم بي دي اف بقلبه 150 توتوريالز، حاولوا انه تطلعوا عليه، شوفوا الرسمات الصعبه اشتغلوا هون، اذا في اي ملاحظات اي شيء ممكن نحن الرسم اللي انتم بتشوفوه 2D نحولها ل 3D، تمام؟ يعني نعتمد رسمات 2D، لانه انت لازم تعتمد، انت بال 3D لازم تعتمد سكتشات او توتوريال تحولها ل 3D. فاللي انتم راح تشوفوه صعب تفقدوا الوظائف كل اللي انا بعت لكم اياها، اللي بتشوفوه صعب ممكن نحطه ونشتغله، تمام؟ هي نقطه. النقطه الثانيه بدي اياكم تدربوا مظبوط حتى تاخذ ايدكم مظبوط على موضوع 2D، لانه هو صراحه مروه الفرس، هو اهم شيء بالرسم الهندسي. لو نكون خلصنا درسنا هذا اليوم، اذا في عندكم اي ملاحظه اي استفسار، اليوم طولنا شوي لكن ما في مشكله ان شاء الله، اذا عندكم اي ملاحظه اي استفسار مثل ما شايفينها هي الرسمه هون عاطيك انه هون الكلن لك 10 ملم وهون الكلن لك 20، فانت هي بتبصق 20 باتجاهين وهي بتبصق 10 باتجاهين، فبيطلع معك رسمه تمام. يعني راح ورجيكم اياها، هاي هون نيجي لهون نقول له هاي 20 عفوا 20 بهذا الاتجاه 20 بالدايركشن 2 تمام، و تمام نرجع مره ثانيه هذا 5 بهذا الاتجاه و 5 باتجاه الاخر هلا القطعه صفت معكم جاهزه تمام. من سكتش واحد انا هي القطعه هي تمام، من سكتش واحد انا قدرت اني ارسم الرسمه بشكل كامل تمام. طيب فان شاء الله جهزوا حالكم لل 3 دي الدرس القادم، اذا عندكم اي سؤال اي استفسار تفضلوا. ما عندكم شانك الدرس؟ انا عندي استفسار، انا ما بعرف اذا هاي النسخه الجديده مختلفه، بس النسخه اللي كنت اشتغل عليها قبل فترة كنت ارسم سكتش واتعب فيها، فاختار جزء من السكتش واعمل له اكسترود يقوم ينحذف الباقي كله، يعني كاني ما رسمت شيء، كل الرسم الباقي تطير، مثلا في حلقة برسم كبيرة فاعمل لها اكسترود. اذا انت انتبهت نعم انا فهمت عليك، اذا انت انتبهت علي من شوي انا وقت نفذت التعليمات وقت انا ساويت عفوا وقت انا ساويت اكسترود لهاي لهون هاي دايركشن 2 زين، انت بتنتبه انا وقت ساويت اكسترود لهون طارت الرسمه تمام. فشو بعمل برجع مره ثانيه سكتش هاد، برجع مره ثانيه انا بستخدم نفس السكتش هون بهذا الدايركشن 5 دايركشن ثاني 5 تمام. وفي طريقه ثانيه هلا بقول لك عليها ايميد بلين أو الطريقة الثانية، الطريقة الثانية حدد أنت سكتش اطلع اكسترود. هلا هون سيلكتد كونترز، يعني أنا بدي أحدد الخيار الأول بس نفس الشيء ترى راح ترجع مرة ثانية، خلينا هون نحط 5 ب 5 أو هون 15 ب 15 عشان ما أرد أكتب. شايف يا هلا كمان بوس كمان راح نفس الشيء لترجع مره ثانيه تمام، يعني هي ما انحذفت قد ما انه اختفت مؤقتا. طب استاذ في فرق بين حركه الدايركشنين اللي عم تعملها وفي والميد بلين، انا لما بعمل شو اسمه بعمل ميد بلين وبحط نص بنص، ففي فرق ولا نفس الشيء؟ بصير نفس الشيء قلت لك انا اثناء الرسم راح نواجه كثير حالات نفس الشيء. هلا اذا انتم انتبهتوا بالرسم، مو هي الرسمه اللي قبلها قلت لكم فيك تعمل هيك وفيك تعمل هيك وفيك تعمل هيك، انت حر بالنهايه ارسم بالطريقه اللي انت بتريحك، المهم تكون صح ارسم بالطريقه اللي بتريحك. وقتها كانت هي الرسمه اللي فيها اقواس مكرره حوالي الدائره، واحد هيك قلت لك فيك مركز الدائره تخليه على استقامه مع الاوريجن، فيك تخليه على استقامه مع الخط، فيك انت حر بالنهايه. انا فهمت عليك، قصدك انت تعمله من هون هيك قصدك بدال بلين هيك، بتقول له مثلا 10 ب 10 نفس الشيء بالضبط نفس الشيء
هون وحدة للكل. طيب اي انا ما اخترت. طيب فانت بالنهايه نفس الشيء حر، تمام؟ نفس الشيء. في سؤال اخر استاذ؟ بالنسبه لشريط البحث انا ما عندي هذا اللي كتبت فيه ماس انت. ها ايه وين ممكن الاقي؟ ما عندك يا؟ طيب بس ثواني شوي لانه تطلع عندي. طيب اذا جربناهم الادينز ثواني شوي. ستارت اب سيركت، لا انا ما الصراحه ما مرت معي من قبل انه ما يكون في شريط البحث. طيب في عندي شريط عندك؟ عندي شريط بحث استاذ بيورجيني بيبعتني رسم بياخذني على جوجل مو ها من هون بتغيره من هون في جنب. ها فكرت كل هذا الشريط ما عندك يا انت من هون طلع. هون عندك سوليد ووركس هيل، هون عندك كوماندز. كوماندز شو يعني؟ يعني بياخذك لعند الامر داخل البرنامج. هون سوليد ووركس هيل بياخذك لقسم المساعد، يقول له مثلا ماس وقول له هيك بحث، فبياخذك لعند المساعد يفتح لك مثل ما بين عليكم نافذه اخرى. بين عليكم شيء؟ بين عليكم الشاشه تمام. في وحده لماي سوليد ووركس، هي موقع سوليد ووركس وين في بقلبه كوميونتي او مثل منتدى بياخذك لقلبه، وهون بياخذك للكومنتس اللي هي الاوامر داخل البرنامج. انا هي ما حكيت عنها بالدرس الاول نسيت كانه. فهون سوليد ووركس هيل بياخذك لشو؟ لا مثل الاف 1 بالكمبيوتر. الكومنتس شو قلنا؟ بياخذك للافعال. طيب هي فايلز اند موديلز بياخذك لقلب الكمبيوتر. عندك بيفتح لك الملفات عندك بالكمبيوتر بخليك تدور عليهم. او الستوريج نفسه بقلبه لايبراري، بقلبه لايبراري مثلا للمسننات للرنديلات العزقات البراغي. فمثل ما شايفين بياخذ لقلب اللايبراري بقلب السوليد. انت مثلا احيانا مشان ما ترسم شغلات بسيطه مثل ما شايفين هدول لايبراري هاد هون، فمشان ما ترسم شغلات طبعا هي سيرش بقلب اللايبراري، مشان ما انت ترسم شغلات مثلا شايفين هون حتى في دارات في كل شغلات. طيب ثواني لكم عليها. مو هي عفوا كانت اللايبراري وين هاي. فمثلا هاي تفتحوا هون، هون بيعطيك اياها بالابعاد النظاميه. هون طبعا هون انا هلا بدي احملها هون بالانش الامريكي، هون عفوا بالمتريك، هون بالانش بالمتريك. مثلا هون عندك البراغي اللي لها اول شيء ما له سن بعدين في له سن. هون عندك الرنديلات، هون عندك الى اخره. هي القطعه انت بتاعت انه كلياتها ترسمها هون. طبعا هي بابعاد النظاميه، تمام؟ بابعاد النظاميه. طبعا اللايبرري مو انه ضخمه جدا، طبعا انت فيك تحملها اضافي اذا بدكم، بعطيكم الروابط تحملها. بس انا برايي ما تحملها الا وقت الحاجه، لانه حكينا انه كثير بتقل لك الجهاز. ما تحملها الا وقت الحاجه. طبعا بيربطك مع ال هون عندك شو اسمه، يعني هون مثلا فيك تدور بقلب تويتر، هون فيك تدور بقلب كاد موديلز، هون كوميونتي فورم هذا المنتدى التفاعلي تبعهم، هي مواقع معينه تمام. بس هي انت اذا بدك امر هون عندك كومنتس، انا حاطه فورا عندي كومنتس عشان اي امر بدك اياه. مثلا دي من خلاص قول له مثلا انا ورجيني اياها وين هي، اي وحده سمارت ديمنشن ياخذك عليها بيحط لها سهم تمام. في سؤال اخر؟ والجوجل كلاس استاذ منين يفوت على يعني ما في كود او شيء للص؟ لازم المنسق يكون باعت لك شو اسمه. طبعا هو في رقم انت بتدخل على الموقع كلاس جوجل كلاس روم، بعدين بيقول لك ادخل لانشاء صف، تقول له ادخل او كات انضم او هيك شيء. بتكبس بيطلب منك رقم الصف، فلازم منسق شو اسمه يعطيك. انا ما عندي اياه والله، هي المعلومات ما عندي اياها، فهو لازم يعطيك الكود. هلا انت كلمه قول له انا بدي انضم لكلاس سوليد ووركس، بيضيفك هو بيعطيك الكود او بيضيفك. انا هلا ممكن ابعته على التليجرام على الجروب. طيب بصير كمان تمام.
ان شاء الله تعالى. في سؤال اخر؟ الله يجزيك خير استاذ. وياكم يا رب. معناها ان شاء الله نلتقي الدرس القادم بعد بكره يوم الخميس الساعه 7 باذن الله تعالى. الله يعطيكم العافيه، بتصبحوا على خير. انت من اهل استاذ.